السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى ثانوي أهلا وسهلا. معكم مستر محمود عرفة، مدرس المواد الفلسفية. النهاردة جايين لك بأقوى ليلة امتحان. حبيبي أنت كطالب في أولى ثانوي محتاج ليه؟ والله يا مستر أنا محتاج لمراجعة المنهج كله. جميل، عايز إيه تاني؟ والله يا مستر أنا مش عايز رغي وكلام كتير، أنا عايزك تقول لي 1+1=2، عايز المعلومة بأبسط طريق، بأكتر طريق مختصر يا مستر. حاضر يا سيدي، وإيه تاني؟ كمان عايز أسئلة جت في الامتحانات وأعرف بتتجاوب إزاي. حاضر، عايز إيه تاني؟ أنا عايز كل ده في وقت بسيط. أقول لك عينيا الاتنين. حبيبي إحنا عملنا لسيادتك معادلة خطيرة قوي، لعبنا لعبة حساسة قوي، جبنا لك أهم نقاط المنهج، هراجع لك مراجعة شاملة على كل جزئية في المنهج، مش هنسيبه كلمة واحدة غير لما نقف عندها ونشرحها ونتكلم عليها كويس قوي. اتنين، جبنا مجموعة من الأسئلة ضخمة هنبدأ نحلها مع بعضينا كتير ورا كل درس، تعرف تاخد المحتوى بتاعك، وكلها أسئلة وردت في الامتحانات اللي فاتت. كمان عندنا نقط مهمة قوي عندها، هقول لك هنا بيجي سؤال، هنا الجزئية دي مهمة، خد بالك من الجزئية دي، تبقى صاحي كده واعي واخد بالك، وكل ده في وقت قياسي يا باش مهندس. يلا بينا نتوكل على الله عشان ما ضيعش وقت سيادتك اللذيذ، ونبدأ ونعرف المادة بتاعتنا بتقول ايه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي المنهج بتاعنا بيتكلم على 3 موضوعات. اول موضوع بيتكلم على حاجة اسمها التفكير الانساني، الموضوع التاني الفلسفة نشأتها تعريفها واهميتها للفرد وللمجتمع، التالت بيتكلم على الخصائص والمهارات بتاع التفكير الفلسفي. كده 3 موضوعات. طب ما يلا بينا نبدأ يا مستر. نبدأ يا حبيبي بالموضوع الاولاني. الموضوع الاول اللي اسمه مين؟ اسمه التفكير الانساني. بنتكلم فيه على 1، يعني ايه تفكير انساني وازاي بيتم. 2، ايه هي الحالات اللي بتخلي عقلي يشتغل اكتر من العادي. كمان ايه المميزات اللي موجودة في تفكيري؟ ما هو انا اكيد تفكيري مش شبه الكائنات التانية، انا ارقى منهم، ايه بقى اللي بيميزني؟ كمان هي اهمية التفكير، ايه المهم عندي؟ ما لازم يكون عندي اهمية مختلفة. كمان ايه الاساليب اللي الناس بتفكر بيها؟ اي انسان على وجه الارض له طريق، بس احنا لما جمعناهم طلعوا عدة طرق معينة. طب ما نعرفهم يا مستر. حاضر يا حبيبي. واخر حاجة هي عوامل الوقوع في الخطأ. انا وانا بفكر ماشي في اتجاهي وماشي في طريقي للتفكير، في شوية معوقات، في شوية صعوبات، في شوية حاجات رخمة كده بتخليني اغلط، انا محتاج اعرفهم. نقول له اهو ده بقى اللي هنتكلم عليه دلوقتي ان شاء الله محتوى الدرس الاولاني. يلا بينا نتوكل على الله ونبدأ باول حاجة. تعريف التفكير هو عملية ذهنية، يعني عملية بتستخدم فيها عقل جنابك، بترسم بيها خريطة، يعني بتضع بيها خطوات. الخطوات دي حضرتك بتحتاج لها لما تعمل اي عمل علشان تحقق الهدف بتاعك. يعني اقدر ادلع التفكير واقول لك هو نشاط عقلي لتحقيق الاهداف، نشاط عقلي بحقق بيه اهدافي. الله، ما جميل قوي اهو يا مستر. اقول له جدع، يبقى هو عملية ذهنية بنرسم بيها خريطة العمل المؤدي لتحقيق هدف ما. كمان ازاي بقى الانسان بيفكر؟ انا بفكر ازاي؟ اقول له تعالى معايا. عشان تعرف ازاي الانسان بيفكر لازم تعرف ان في حاجة اسمها خريطة، خريطة العمل الذهني. الانسان محاط بمجموعة من المثيرات، ودي معناها معلومات موجودة حوالين الانسان. المثيرات دي مين بيلتقطها؟ تلتقطها مجموعة معينة من الحاجات اللي اسمها اعضاء الحس. اعضاء الحس دي اللي احنا بندلعها جنب بعض ونسميها حواس، زي السمع، زي الشم، زي البصر، زي التذوق، زي اللمس. يبقى انا حواليا مجموعه من المثيرات بتلتقطها الحواس. الحواس ما بتفهمهاش، تلتقط بس وترسلها لعمنا الطيب اللي قاعد هناك ده اسمه المخ، لان المخ ده هو العضو المسؤول عن التفكير. يقوم المخ يمارس العديد من العمليات المعرفيه اللي احنا بندلعها ونسميها تفكير، يعني يعمل عمليه ترجمه لهذه المثيرات. يبقى تاني، انا ماشي في الشارع في صوت، الصوت ده اسمه مثير، مين سمعه؟ قال لي الاذن، يبقى الحاسه التقطته، بعتته للمخ، المخ قال لي استنى استنى ده صوت عربيه بتتجه نحوك بسرعه، قمت انا بعدت عن طريقها عشان ابقى سليم والعربيه تعدي في طريقها. انا عملت، اقول له عملت عمليه اسمها تفكير. وخد بالك الانسان خلال اليوم بتاعه بيمارس العديد من التفكير، عنده انشطه ذهنيه كتير، علشان كده نقدر نقول ان التفكير نشاط فطري، يعني موروث،
يعني غير متعلم، يعني غير مكتسب، يعني محدش فينا بيتعلم ازاي يفكر، لان الحواس بتاعتك اوتوماتيكال كده هي اللي بتلتقط المعلومات، عقل سيادتك اوتوماتيكال كده بيتم فيه الله ينور عليك الترجمه. يبقى بالفعل انا حواليا مجموعه من المثيرات بتلتقطها الحواس وترسلها الى المخ، المخ يعمل عديد من العمليات المعرفيه. وخد بالك هذه العمليات بتتعمل جوه المخ، فتبقى غير مرئيه، يعني غير ماديه، يعني غير حسيه، لا انت بتحس بيها ولا احنا بنحس بيها. يعني انت وانت قاعد قدامي كده ما اقدرش احطك على جهاز يشوف ده، وانت قاعد قدامي ما اقدرش اعرف انت بتفكر بايه، لا لا الكلام ده محال. اقول له بالفعل اهو ده اللي طلعنا منه باول حاجه، ركز معايا يا بيه، يلا بينا. مستر، هي في حالات معينه بتخليني افكر اكتر من الطبيعي؟ الاجابه اه. الانسان زي ما قلنا من شويه ان مخه بيفكر بشكل مستوي، ولكن هناك بعض الحالات اللي بتبقى طفره تخلي العقل يفكر اكتر من العادي، اسمها الحالات التي تثير النشاط الذهني. كم واحده؟ اربعه. اول حاجه اسمها تنظيم التفكير، تاني حاجه اسمها تذكر الماضي، اللي بعدها اسمها التخطيط للمستقبل، اللي وراها اسمها حل المشكلات. كده كم واحده؟ دول اربعه. طب تعالى خد معلومه عن كل واحده. تنظيم التفكير ناخده عليها مثال، بيقول لي كده زي المهندس لما بيعمل جدول بيحدد فيه تفاصيل كل حاجه في الشغلانه بتاعته، هيخلص امتى، هيستفاد ايه. خلي بالك امثله اهي، عشان لو جه في الامتحان قال لك اديني مثال يبقى عندك امثله. المهندس ده حط خطه، حط استراتيجيه يمشي عليها، حط قواعد علشان يقدر يوصل للي هو عايزه في وقت قياسي. مثال تاني، قيام احد الاشخاص بتحديد وترتيب افكاره اللي هيلقيها في ندوه عن اخطار التدخين. هو هيقف يتكلم، فهو بقى عايز يعرف هيتكلم عن ايه، هيقول ايه، هيشرح ايه. هي دي، هو بيحدد كل شيء. واحد كمان، طالب بيعمل جدول للمذاكره علشان يقدر يذاكر كل شيء زي اللي احنا بنعمله معاك دلوقتي، نطلع لك بكل شيء انت محتاجه. كده اول حاجه اسمها تنظيم التفكير. تاني حاجه اسمها تذكر الماضي. ايه بقى مستر تذكر الماضي ده؟ اقول له خد مثال اهو، عند كتابه روايه اقتبس الكاتب احداثها من قصص مر بيها طوال حياته، بقى عنده حاجه كده بيسموها خبره. المعلومات اللي عندي انا بدات اكتبها. كان عندنا فيلسوف كبير اسمه افلاطون، افلاطون كتب كده، كتب في كتاب ليه كيف كان للطفوله بتاعته تاثير على حياته الفكريه فيما بعد. يبقى وهو طفل اتاثر، يبقى انا افتكرت اللي كان عندي اهو، ده اسمه تذكر ماضي. عندما قابلت احد جيرانك بعد انتقالك الى مكان اخر وتذكرتوا مع بعض الاحداث المشتركه اللذيذه ما بينكم، انا سكنت في حته تاني وبعد سنين طويله وانا ماشي قابلت صديقي، جرينا وسلمنا على بعض وقفنا مع بعض وانبسطنا جدا ببعض، ولكن ركز بقى بدانا ان احنا نتذكر الاحداث اللي كانت عندنا قبل كده. حلو قوي يا مستر. ثلاثه، تذكر حضرتك لاحدى القواعد النحويه في اجابتك عن سؤال الاعراب في الامتحان. انا بدات افتكر كان واخواتها، ان واخواتها، مش عارف ده فعل ايه، مش عارف ده قسم ايه. اقول له هو ده اللي اسمه تذكر الماضي. اللي ورا اسمه التخطيط للمستقبل. يعني ايه يا مستر حكايه التخطيط للمستقبل دي؟ يعني يا حبيبي الحكومه لما بتحط خطه تنميه تشمل كل الجوانب، وعلى فكره دي هتكسب من وراها، هتستفيد من وراها بعد 20 سنه، بيسموها خطه عشرينيه او خطه خمسينيه، يعني كمان 20 سنه هيستفادوا منها او كمان 50 سنه هيستفادوا منها. زي ما حضرتك دلوقتي بتخطط ان انا اخش كليه طب او هندسه وبعد ما اتخرج اطلع اشتغل مش عارف فين واعمل ايه، اقول لها دي خطه طويله المدى مش قصيره، مش هتتحقق بكره ولا بعد ولا حتى السنه الجايه، انت محتاج لسه 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 8 سنين عشان تقدر انك تحقق الهدف ده. اقول له اهو ده اللي بيسموه تذكر. لا يا مستر ده تخطيط لحدث. الله ينور عليك. مثال تاني، قام والدك بشراء قطعة أرض علشان يستثمرها بعد سن معاشه قدام، هعمل بيها ايه؟ هستفيد بيها ازاي؟ يلا بينا اللي بعده، عندما تحدد هدفك علشان تصبح إعلامي مشهور وتلتحق بكلية الإعلام وتعمل على تثقيف نفسك انك تقرا، انك تستفيد، ان يكون عندك معلومات، ان يكون عقلك ده عقل موسوعي بيفهم كل شيء، بيتكلم عن كل شيء، اقول له اهو ده اللي بيسموه تخطيط لحدث لسه هيجي. اللي وراء، اللي وراء اسمها حل المشكلات. ان في صعوبه قدامك وانت بتحاول تعديها، زي ميعاد الامتحان قرب، انت ما ذاكرتش، شرحت لواحد من زمايلك فهو عمل لك جدول للمذاكره. اه مستر ده، طب وايه الفرق ساعتها بين الحل وبين التنظيم؟ اقول لك حبيبي تنظيم التفكير الواحد بيعمله بمفرده، لكن حل المشكلات لازم يكون فيها طرفين سين وصاد. حتى بص كده في السؤال،
انت ما ذاكرتش صاحبك ساعدك، انت سألت انا جاوبت، يبقى كده عندي طرفين، طالما طرفين يبقى حل مشكلة. يلا بينا اللي بعديه. أنشأت الدولة عدد من الكباري، ليه؟ عشان تحل مشكلة الزحام. الدولة عملت عشان خاطر الشعب، يبقى كده طرفين زي ما احنا قلنا من شوية. جميل قوي يا مستر. قامت إحدى الجمعيات الخيرية بعمل دار للرعاية علشان أطفال الشوارع اللي موجودين، بدأوا إنهم يستفادوا بيها. أقول له حلو قوي، الدولة عملت أو الجمعية عملت عشان تستفاد من، يبقى كده في طرفين. أقول له آه، يبقى دي اسمها حل مشكلة على طول. يلا بينا. مستر، هو إيه اللي بيميز التفكير بتاعي كإنسان؟ أنا كإنسان في شوية مميزات في التفكير بتاعي مختلفة عن أي كائن تاني. الإجابة آه. طب إيه اللي بيميز ده يا مستر؟ يلا بينا. إن التفكير بتاعنا نشاط عقلي، أنت بتعتمد على عقلك، خبراتك، قدراتك، حواسك، مش حواس بس. نمرة 2، إدراك للقوانين العامة للموجودات، الأحداث والظواهر، خبراتي. كمان بنعبر عن التفكير بألفاظ ورموز، ألفاظ يعني كلام، رموز يعني إشارات، ودي عندنا إحنا كبني آدمين. يرتبط بالجانب العملي، انا بفكر علشان استخدم الادوات عشان اقدر اعمل. حضرتك بتفكر وفتحت دلوقتي التليفون او التابلت او اللابتوب بتاعك او شغلت على شاشة الحلقة بتاعتنا عشان تقدر تستفاد وتعمل. بص، جانب عملي، شغل، نشاط، بتكتب ورايا الجزئية دي مهمة، علمت عليها. اقول له اهو دي اسمها نشاط عملي. كمان يدل على خصائص الشخصية المميزة، كل واحد فينا ليه شخصية مختلفة. شخصيتي اللي بتميزني انت بتعرفها عن طريق كلامي. اقول له اهي دي الخمس خصائص، كلمة بسرعة عن كل واحدة. النشاط العقلي معناه ببساطة يعني لا يعتمد على الاحساس بتاعي بس، لا ده احساس وادراك ومعلومات وخبرات وحواس، يعتمد على كل دول. ازاي يعني يا مستر؟ اقول له خد مثال اهو، لا يعتمد طالب الثانوية العامة في اختياره للجانب العلمي شعبة علمية او شعبة ادبية على احساسه، يبقى غلطان، لان ممكن احساسك يكون انا عايز اخش كلية كذا وانا لا تتوافر فيها شروط. امال اعرف منين؟ اقول له تعالى بناء على المعلومات الخبرات هيدرس ايه، هو جاب ايه في المواد العلميه والادبيه في الامتحان. انا عايز اخش علم ولقيتني في الامتحانات ناقص كتير في المواد العلميه، مقفل المواد الادبيه، ابقى غبي لو دخلت علم. العكس، انا بقى هخش ادبي ومقرر ان انا اخش ومسست دماغي ان انا ادبي، دخلت الامتحانات لقيتني مقفل المواد العلمي، ابقى غبي لو اخش ادبي. قال لي اهي دي بقى اللي اسمها طالب ما بيعتمدش على احساسه بس. يلا حاجة تانية، بيقول لي لا يعتمد المدير في تقييمه للعامل على احساسه. انا حاسس ان ده واد شاطر، اقول له لا لا ما فيش حاجة اسمها كده، ده بيعتمد على الخبرة بتاعته في المجال ده، بيعتمد على العمل اللي قدمه العامل ده او الموظف ده، هو عمل ايه، وبناء على ده انا هقدر ان انا اعرف هو كويس وكفء ولا لا. اللي بعديه، ادراك للقوانين العامة للموجودات، يعني ايه؟ اقول له يعني لازم تعرف ان الانسان بيستخدم خبراته في فهم وتفسير العلاقات بين الاشياء، دي اللي اسمها الاحداث الخارجية اللي حواليه. زي مين؟ زي الرجل الكهربائي. الرجل الكهربائي لما بيجي يصلح الكهرباء بيقف على كرسي معمول من خشب، اشمعنى؟ عشان يعمل له عازل. مامة حضرتك الحلة اللي بتطبخ فيها لو الايد بتاعتها معزولة عزل تام هتلاقيها معمولة من مادة صديقة للايدين، يعني ان انا امسكها ما تضرش ايدي، لكن لو الايد قريبة من الجسم بتاع الحلة ومعمولة من مادة تجتذب الحرارة زي انها معدن، هتلاقي مامتك قبل ما بتمسك الحلة بتحط في ايديها جوينتي او بتمسك قطعة من القماش او بتمسك فوطة في ايدها. اقول له هدي اسمها ادراك للقوانين بتاعت الموجودات. مثال تاني، القاء احد الطلاب كلمة بالاذاعة المدرسية في يوم عيد الام، ليه؟ عشان يحيي كل المعلمات اللي موجودة عنده. يبقى هنا بيكلم المعلمات في عيد الام، ايوه دي اسمها خبرة، ان الوقت ده بتاع ده فهنكافئ ده، ما ينفعش يكلم الاساتذة المذكرين لان ده عيد الام مش عيد الاب، يبقى دي اللي اسمها ادراك للموجودات. اللي بعده، نعبر عنه بألفاظ ورموز، معناها ايه؟ اقول له يلا بينا حبيبي، احنا اللغة والتفكير الاتنين بيسموهم وجهان لعملة واحدة. عارف لما يكون في ايدك عملة معدنية هتلاقي ناحية عليها صورة وناحية عليها كتابة، اهي دي الصورة يعني منطق، الكتابة او يعني التفكير قصدي، والكتابة يعني اللغة اللي احنا بنتكلمها، فالاتنين وجهين لعملة واحدة، يعني عبارة عن شيء واحد. اقول له جميل قوي، زي مين؟ الشاعر بيعبر عن كل فكرة موجودة في عقله من خلال القصائد بتاعته، هو يفكر هوبا ويقوم جاي كاتب. اقول له يبقى ده دليل على ان بيترجم الافكار في شكل كلمات. حلو قوي. القاء احد الطلاب كلمة بالاذاعة المدرسية
ليه؟ عشان يقول للناس انتوا كويسين، انتوا ممتازين، انتوا عندكم حاجه حلوه، يقول ان في ميس معينه بتعاملهم زي اولاده. اقول له اهو ده اللي احنا بنسميه دلوقتي هو عباره عن نشاط لفظي رمزي. كمان الاشارات، انا ساكن في محافظه اسمها محافظه اسكندريه، المحافظه دي المحافظه الوحيده او من المحافظات القليله، بلاش نقول الوحيده، اللي احنا بنركب المواصلات مش بكلام. يعني يعني للاسف في بلاد كتيره بيشاوروا العربيه تقف ويقولوا انت رايح كذا، يقول له لا، فيقول له يقوم ماشي او رايح يركب معاه. في محافظات تانية بيبقى في واحد طالع بره العربيه كده بيقعد ينادي على المكان اللي رايحينه، اقول له برضه لا، مش احنا كده، احنا بنعتمد في ركوبنا المواصلات على الاشارات. يعني السواق يبقى معدي بيعمل اشاره وتلاقيني انا بعمل له اشاره وهو بيفهم انا رايح فين وانا بفهم هو رايح فين من خلال الاشاره اللي هو بيعملها. اقول له سبحان الله باشاره بتعرف، ايوه اهي دي اللي اسمها نشاط لفظي ورمزي كمان. اتفقنا؟ يلا بينا اللي بعده. يرتبط بالنشاط العملي للانسان، الجانب اللي بيقوم به. يعني اقول لك يعني يعتمد التفكير على النشاط اللي الانسان بيعمله علشان نقدر نعدله من مستوانا، نطوره من امكانياتنا. قال لي حلو، زي مين؟ زي ان حضرتك قرات يعني ايه طاقه ايجابيه، فقمت جاي مغير الوان الاوضه والترتيب بتاعها عشان يبقى عندك الطاقه دي عشان تستفيد من المقام ده. اقول له حلو، دي حاجه جميله قوي. كمان يقرر طالب انه يلتحق بكليه التربيه الرياضيه، فيروح بقى صاله الجيم يلعب ويأهل نفسه عشان يقدر يكون في المكان الملائم والمناسب. اقول له اهو ده اسمه جانب عملي. اخر حاجه يدل على خصائص الشخصيه المفكره، بمعنى ان الانسان بيؤثر وبيتاثر بتفكيره. يعني التفكير بتاعك ده بيتاثر بحاجاتك ودوافعك وانفعالاتك وميولك واتكاياتك وقيمك. انا متاثر بكل شيء وكل شيء بيؤثر فيا. اقول له اهو ده بيسموه يدل على الشخصيه، يبقى ده بيفرق مني ليك. الفكره الواحده وهي جوايا ممكن يبقى لها شكل غير عندك انت، على الرغم انها نفس الفكره، وده اللي بيدل وبيبان قوي عندكم في البيت. يعني بينك انت واخوك، على فكره لو حضرتك بنوته وبتسمعيني دلوقتي اختك، لو حضرتك ولد بتسمعني دلوقتي اخوك، انتوا الاثنين مولودين من نفس الام نفس الاب في نفس الاسره بنفس التربيه. اقعدوا كده جنب بعضيكوا وبص لاخوك كويس، هتلاقي في اختلافات كتيره ما بينكم انتوا الاثنين، على الرغم انكم نفس التربيه نفس النمط نفس. اقول له فعلا، بس دي اللي بيسموها شخصيه، ان كل واحد فينا له شخصيه مختلفه. مثالنا الجميل، الاستاذ بتاعك بيصفك بانك رزين هادي، عندك ثبات نفسي، عندك ثبات انفعالي، يعني ما تنفعلش بسرعه، يعني عقلك هادي مش متسرع. اقول له دي صفه في الشخصيه. كمان حضرتك بتتابع كتابات احد الروائيين وانت وصفته بانه اسلوبه مرح، اسلوبه فكاهي، اسلوبه ساخر، انت بتحب الطريقه دي، لذيذه قوي. زي حضرتك بتتابعني دلوقتي، الناس اللي بيتفرجوا علينا نوعين، واحد حابب القناه بتاعتنا، حابب المحتوى اللي احنا بنقدمه، او حابب شخصي، طريقه كلامي، طريقه شرحي، وحد تاني بالصدفه بيفتح لقاني في وشه كده على طول، لك طب ما نشوفه خلاص. اهو ده يا حبيبي اللي اسمه شخصيه، المتعلق بحد بيتعلق بشخصيه، شخصيه مرحه، شخصيه بتجذب الانسان، كلامه لذيذ، انا ببعد قدامه كده مشدود للحلقه بتاعته. اقول له ده اللي اسمه خصائص الشخصيه. حلو قوي يا مستر، هنتكلم على ايه بقى دلوقتي؟ هنتكلم على حاجه اسمها اهميه التفكير. هو التفكير مهم ولا لا؟ ايه الاجابه؟ طبعا مهم. ازاي؟ يلا بينا. التفكير مهم ليك انت كفرد، التفكير مهم لكل المجتمع بتاعنا، التفكير مهم للجانب النفسي بتاعك، وهيديك حاجه اسمها مهارات. يبقى كده التفكير مهم عشان كل دول، واحده واحده. واحد، التفكير مهم بالنسبه للفرد علشان خاطر، قال لي يلا بينا، حصول الطالب على جولات تدريبيه في اللغه الانجليزيه بتساعده على انه يتفوق. يعني انا بروح اخد كورسات، بروح اخد تدريبات، فكل ده اثقل اللغه اللي عندي، خلاني مستفيد، خلي عندي معلومات، خلي عندي قدرات، خلي عندي خبرات، والحاجات دي كلها ادت لان انا انجح في الانجليزي بكل بساطه. اقول له فعلا دي اسمها منفعه عمليه للفرد. لاعب من اللاعبين قعد يتدرب كتير قوي ويتمرن كتير قوي، وده خلاه انه ياخد الميداليه الذهبيه في الاولمبياد، لانه بقى شاطر، بقى مجتهد، قدر يعمل اللي هو عايزه. نمره 2 اسمها المنفعه العامه، عامة يعني لكل المجتمع. بص كده، محاولة الأستاذ إنه يستخدم طريقة جديدة عشان يواجه الملل، وإن الطلاب مش عايزين يتعلموا، فبدأ إنه يجذبهم بشكل مختلف تماما. إزاي؟ ما أنا لما أشد الطالب للمحتوى بتاعي، الطالب يبقى متيم بالمادة ويحب المادة قوي قوي قوي. أهو ده اسمها منفعة عامة، مش أنا اللي استفدت، أنا وأنت. كمان واحد من المسؤولين عمل وحدات صحية
في مختلف التخصصات، بحيث ان الناس اللي في الارياف والصعيد ما يسافروش للمدن الكبيرة عشان يتلقوا العلاج. يعني اهلنا في الصعيد، اهلنا في الارياف، ما يقعدوش مسافرين لساعات كبيرة عشان يروحوا لاقرب مدينة عشان يخشوا المستشفى اللي فيها. قال لي اهو ده اسمها منفعة عامة لكل الافراد. اللي بعديها اسمها الصحة النفسية، الجانب النفسي بتاعك. زي حضرتك انتقلت لمنزل جديد وللأسف وانت هناك مش حاسس براحة، مش عشان هو وحش ولا حلو، لا، عشان كل اللعبة بتاعت الموضوع ان انا مليش صداقات. حضرتك بقى بعد ما بدأت تقيم صداقات مع اصحابك شعرت ان انت مبسوط، انا مرتاح، انا سعيد، اقول له اللي انت عملته دلوقتي اسمه شعرت براحة نفسية. كمان تعرض احد الطلاب لمشكلات جوه مدرسته. ليه؟ لانه لسه منتقل للمدرسة دي جديد، العيال بيتريقوا عليه، العيال بيضربوه، في حالة من التنمر كده. فالولا بدأ انه يتعاون مع المعلمين مع الزملاء علشان يقدر انه يتخطى الحيز ده ويقدر انه هو يشعر بالاطمئنان ويكون حد طبيعي جدا. اقول له اهو كده اسمه عنده جانب نفسي. اخر حاجة المهارات، التحليل والتقويم والنقد، ثلاث مهارات. انا لما افكر اكتسب مهارات التفكير ازاي؟ تعالى حبيبي نقد الاراء التي تدعو للتمييز بين افراد الشعب، ان يبقى عندنا حاجة كده بيسموها عنصرية. لا، احنا بننقد الافكار دي، سواء دي الافكار لا تتفق مع القيم بتاعتنا او مع الدين او مع الفكرة الجماعية بتاعت مجتمعنا. دي افكار غريبة علينا، احنا عمرنا ما كان عندنا تمييز بين ابيض واسود، بين ست وراجل، بين كبير وصغير، بين حتى مسلم وغير مسلم، عمرنا ما كانت كده، كلنا وحدة واحدة. يبقى ده اسمه تحليل وتقويم ونقد. لما حد يقول لي انا هارفض ده. كمان اطلق صديقك مبادرة لا للتعصب الكروي، ده بيحذر من الاضرار بتاعت التعصب في الكورة، نادي معين وانا ابدأ ان انا دافع وابدأ ان انا اقول اه ولا بغباوة بقى. قال لي لا، الكلام ده كله كلام فاضي واحنا مش قابلينه، دي كلها اشياء سلبية يجب علينا الابتعاد عنها. اقول له اهو ده اسمه تحليل، اسمه تقويم، اسمه نقد. طب يا مستر معانا ايه تاني؟ يا مستر معانا حاجة مهمة اسمها اساليب التفكير، الطرق اللي احنا بنفكر بيها. حبيب قلبي احب اقولك ان الناس كلهم ما بيفكروش بنفس الطريقة، لان احنا عندنا مجموعة من الاساليب. عددهم كم واحد يا مستر؟ عددهم 5 يا قلب المستر. اسلوب اسمه اسلوب خرافي، وساعات بيدلعوا يسموه بدائي. اسلوب تاني بيقولوا له ديني، واسلوب تالت بيقولوا له العلمي، ثم الفلسفي، واخر واحد الابداعي. دول عبارة عن 5 اساليب بخمس اشكال. طب يا مستر نتكلموا عنهم واحد واحد؟ الله يا حبيبي. اول اسلوب هو الاسلوب البدائي الخرافي. الاسلوب ده مش صحيح، الانسان بيعتمد على اسباب غير صحيحة ساذجة، يعني ضد العقل. العقل ما بيقبلش الحاجات المتخلفة دي، يقوله فعلا دي حاجات ضد الطبيعة، زي ان انا افسر الامراض والزلازل والبراكين على انها غضب الالهة اللي ساكنة في السماء. الهة مش واحد يعني؟ كمان ان انا كل حاجة بتحصل لي وحشة ده دليل على ان انا محسود، حد عمل لي عمل، ده حد عمل لي سحر. اقوله بس اهو ده بقى شغل التخلف. انا لا انكر وجود الاشياء دي، ولكن مش كل الحياة هتتوقف على ده. بقى اكح ده حد حسدني، انا وقعت ده حد بصيت، لا 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 لا، دي كده مش حياة وانت كده انسان هتبقى سلبي للغاية. اهو ده اسمه ديني، ده اسمه خرافي، انا اسف. طب ده مستر تدينا مثال عليه؟ اقوله طبعا، زي انك تخش بيت اليوم معلقين حد وحصان. ليه؟ عشان تجلب لنا السعادة والرزق والحظ الكويس. اقوله لا ده كده هبل بقى، واحد من صحابك تريه حاطط حجاب، حاطط معلقة من المعلقات وكلامه تعويذ، فتقول له ايه ده؟ يقول له عشان يبعد عني الضر والشر. تقول له طب لو علقت ايات قرآنية هتبقى وحشة في ايه؟ اقول له ده اللي اسمه خرافة في التفكير. طيب الاسلوب نمرة 2 اسمه الاسلوب الديني. الاسلوب ده يرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى، كل شيء يحدث ترجعه لله، يعني اقدر اسميه اسلوب ايماني له علاقة بالدين. نقول له عسل قوي. طب ناخده مثال عليه، يلا بينا حبيبي. لما الانسان بيقف قدام قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الظواهر الطبيعية الكبرى، زي مين؟ زي مثلا عند ظهور الوان الطيف المرئي بعد المطر، لما الشمس تطلع تبص تلاقي في ظاهرة لذيذة بتطلع كده اسمها الوان الطيف المرئي، تلاقي في عدة الوان، وهو تحليل ضوء الشمس الى الالوان السبعة الاساسية المرئية اللي احنا بنشوفها، تلاقيهم مترتبين كده بنسق ونظام، فانت تبقى قدامهم منبهر، ايه ده حاجة غريبة. اقول له ساعتها مش هتقدر تقول غير حاجة واحدة وهي سبحان الله. اقول له اهو ده اللي اسمه الاسلوب الديني. اللي ورا هو الاسلوب العلمي. الاسلوب العلمي اسلوب صحيح، هو نمط التفكير اللي بيدرس عن العلل المباشرة. كمان ده اسلوب تجريبي، يعني بيموت في التجارب. العلم
اسلوب ليه علاقه بالتجارب فوق ما تتخيل. اديني مثال اقول له كده، زي اشتعال الحرائق في بعض القرى. ليه عندهم الدنيا بتتحرق كده والدنيا بتبوظ؟ اقول له عندهم بيحصل ده نتيجه ان في مواد قابله للاشتعال موجوده عندهم، كمان درجه الحراره عندهم شديده قوي، فدي بتبقى مشكله ان عندهم الدنيا بتشتعل وبتحترق. اقول له ايوه فعلا، يبقى انا كده عرفت السبب العلمي. اه وقدرت تعرفوا ايه الحاجه دي معموله ليه وعشان ايه بطريقه علميه سليمه 100%. ايه اللي وراه؟ الاسلوب الفلسفي. هو مش شبه العلم، اكبر منه شويتين، عشان كده هنقوله انه تفكير بيتسم بنزعة. النزعة يعني الجانب العقلي، يعني بيعتمد على العقل، وتأملي يعني مش بنعمل تجارب. احنا في الفلسفة ما بنعرفش نعمل تجارب، اللي بنعرف نعمله هو ان احنا نستخدم عقلنا نتفكر. زي ما صاحبك يقولك على معلومة فتقول له ثواني كده تبدأ تفكر عشان تعرف الحاجة دي صح ولا غلط. اقول له اهو ده اللي بيسموه الاسلوب الفلسفي. ده بيدرس الحاجات الكبيرة اللي في الكون، ما بيدرسش اجزاء زي العلم، لان العلم ده اقدر اسميه هو جانب جزئي، انما الفلسفة كلي، بيدرس الكل، الكون كله، الحياة كلها، الانسان كله، مش اجزاء بقى زي العلم. اديني مثال. زي الفيلسوف بيتجاوز فكرة الكسوف والخسوف بتاع القمر والشمس للعلل البعيدة، هو اصلا ليه بتحصل الظواهر دي في الكون؟ وطالما حصل الكسوف والخسوف ايه اللي هيترتب على كده؟ ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي هنستفاده بيه من الظاهرة دي؟ اقول له اهو ده اللي بيسموه اسلوب فلسفي، ما بعد الحدث. عشان كده سموه بيدرس علل ولكنها بعيدة، يعني ما بتشافش، على عكس العلم بيدرس علل قريبة. يلا بينا. اخر واحد هو الاسلوب الابداعي. المبدعين اختراعات ابتكارات، فاقدر اقول لك ان ده تفكير بيخلينا ننتج. ننتج يعني نجيب شيء جديد. الشيء ده يتصف بالجدة زي ما قلنا، الاصالة يعني محدش يعرفه قبلي، وقيمة يعني مفيد جدا، وده عادة بيجي لمصلحة الفرد والمجتمع، كلنا بنستفادوا منه. اسلوب كده بيدي افكار بيدلعوه ويسموها خارج الصندوق، يعني الافكار بتاعته افكار مش طبيعية مش زي الناس العادية. نقول له حلو. يلا مثال. ابتكار احد الباحثين طرق جديدة للحد من استهلاك الطاقة علشان يقلل من التكاليف، زي الالواح الشمسية، ان احنا نسحب ضوء الشمس اللي موجود عندنا. احنا دايما بنقوله ان مصر جوها 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 جو مصر المعتدل صيفا وشتاء مصر وجوها. اقول استناني بقى، طالما مصر جوها حلو، ربنا ادانا المهابة دي او ادانا الجزئية دي او ادانا الصفة دي او ادانا الحاجة الافضلية دي، ليه ما نستغلهاش نعمله الواح شمسية تجتذب ضوء الشمس نهارا صوب تعكسه بالليل؟ اقول له الله ما جميلة اهو، نستفادوا بيها. اقول له اهو ده اللي بيسموه الاسلوب الابداعي. حلو قوي يا مستر. هنتكلم على ايه تاني؟ اخر عنصر في الدرس اسمه عوامل الوقوع في الخطأ. اي بني ادم فينا هو بيفكر الحاجات اللي بتخليه يغلط اتنين، عوامل ذاتية ودي معناها انها من جواه بيتولد بيها، اختها نمرة اتنين موضوعية ودي من براه. يبقى يا محترم انت وهو، اي شيء بيخليك تغلط يا اما انت مولود بيه يا اما انت مكتسبه من البيئة بتاعتك. ناخدهم واحدة واحدة. العوامل اللي من جوانا اللي احنا سميناها ذاتية دي كلهم على بعضهم اربعة، تغليب العاطفة على العقل يعني ان الواحد مشاعره تشتغل، نمرة اتنين القابلية للاستهواء يعني سرعة تصديقه للاخرين، التسرع في اصدار الاحكام يعني بقول ده سهل ده صعب ده جميل ده وحش ده محترم ده قليل الادب من غير دراسة او فحص، واخر حاجة هي التعصب مع التطرف. واحدة واحدة مستر نتكلمه عن كل واحدة. يلا بينا حبيبي. تغليب العاطفة زي الحب زي الكره زي الخوف، والحاجات دي كلها بتخلي الانسان يقدر انه يحكم على الاخر، دي حلو ده وحش، انا دماغي صدعت، انا مش فاهم حاجه، انا فاهم انت بتتكلم بسرعه، انت بتتكلم ببطء، انا مسرع الفيديو، انا مبطئ الفيديو. اقول له ده كله اسمه تغليب عاطفه على عقل. المشاعر لما بتتحكم في الانسان بيبدا الانسان ما يفكرش بعقله للاسف. اتنين القابليه للاستهواء يعني سرعه تصديق الاخرين في كل شيء بيقولوه من غير ما انقض او افحص، هم قالوا انا سمعت انا صدقت. اقول له ده اللي اسمه قابلية للاستهواء. اللي بعده تسرع في الاحكام يعني ان الانسان يقع في خطأ في التفكير نتيجة عدم التأني يعني عدم الصبر، ما كانش عنده صبر بيستعجل جامد. اقول له ده كده اللي اسمه التسرع، زي حضرتك لما تقرأ بداية السؤال وتقوم جاي مجاوب على طول. اقول له لا دي ممكن اخر كلمة تعكس الاجابة كلها، واحد فتح الفيديو بتاع المراجعة بتاعتنا وفي الاخر قام قافله تاني، انا ما فهمتش. حبيبي انت قعدت قد ايه؟ ياه دقيقتين بتفرج. يا حبيبي انت المفروض تتفرج على الكامل وبعد كده تحكم ده مفيد مش مفيد، انا استفدت انا ما استفدتش. اقول له ده اللي اسمه تسرع في اصدار الاحكام.
اخر حاجة التعصب والتطرف. كلمة تعصب معناها انحياز لفكرة واحدة، انا بقول ان في حاجة واحدة حلوة وما عداها سيء. احلى فكرة، احلى موضوع، احلى وجهة نظر، الحاجة دي صح الحاجة دي غلط، اقول له ده اسمه تعصب. اللي بعديه اسمه تطرف. التطرف ان انا زود قوي في الحب او الكره لدرجة ان انا دافع عن الشيء ده دفاع اعمى، استخدم بقى فيه الغباوة بقى، مش مجرد دفاع بس، ده انا طلعت من حيز العقل الى حيز التخلف بقى، زي مين؟ زي بتاع اندية الكرة كده. وعلى فكرة التعصب والتطرف الاتنين دول عمليتان متتابعتان، يعني بيجوا ورا بعض، مش بنفس المعنى، مش مترادفين، دول متتابعين يعني ورا بعض. دي كده العوامل الذاتية اللي من جوايا. ايه العوامل الموضوعية اللي من برايا؟ كم عامل يا مستر؟ كلهم على بعضهم برضه اربع عوامل. واحد، استخدام خاطئ للغة. ساعات الانسان وهو بيتكلم بيبقى فيه مصطلحات مش فاهمها، بيبقى فيه كلمات لها عدة معاني، وهنا تيجي المشكلة. اتنين، نقص المعلومة. يعني ايه نقص المعلومات؟ يعني المعلومات اللي انت اديتها لي مش كافية. زي ان طالب، فاكر في بداية الفيديو مش قلت لك ثلاث موضوعات، واحد ذاكر درس واحد، تقدر تقول لي هيخش ازاي الامتحان ويقدر يحل؟ دي مشكلة. نمرة ثلاثة، الهيمنة او السيطرة او السلطة، معناها ان حد بيمشي كلامه عليك وانت بتنصوع، يعني بتقبل الكلام ده وتمشي ورا كلامه. واخر حاجة صعوبة المشكلة، يعني ان المشكلة تبقى اكبر من امكانياتي. حلو قوي يا مستر، ناخدوا كلمتين على كل واحدة، يلا بينا حبيبي. في الفاظ بتحمل اكتر من معاني، كما ان هناك الفاظ ليس لها معنى اصلا. زي مين؟ زي العنقاء، زي الغول. الحاجات دي كانت حاجات موجودة وبيكتبوا عنها، ولكنها في الحقيقة دي مش موجودة اصلا. فانا لما اقول لك كلمة غول خيالك يشتغل، يا ترى الغول ده بقى عفريت ولا انسان شكله وحش ولا حيوان؟ لا، هو في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها غول اصلا. فانت كده بقى بتشوف خيالك هيروح لحد فين، وبناء على الخيال اتوكل على الله بشوف هتوصل ليه. ده كده اسمه عدم دقة في اللغة. اتنين، نقص المعلومات. نقص المعلومات يعني المعلومات اللي عندك غير كافية، يعني انت لم تحيط بالموضوع. زي لما يكون اتنين من صحابك كده بيتخانقوا وانت جيت في النص، لقيت واحد بيشتم، انت غلط، انت عملت وانت عملتش. انت تعرف الاولاني عمل ايه؟ ما انت ممكن لو تعرف نمره واحد اللي بيتشتم ده هو عمل ايه، تبقى انت كمان بتشتم مع التاني. يا بيه اهدى بس، ولازم يكون عندك احاطه بكابر الموضوع. اللي وراه اسمها هيمنه، سيطره، سلطه، وده معناه ان انا اقبل راي شخص لنفوذ وتاثير. المره دي مش زي اللي هنا اسمها قابليه للاستهواء. قابليه للاستهواء ان انا بصدق وخلاص اي حد، لكن المره دي لا، لازم يكون حد مشهور، عالم دين، اعلامي، حد مسؤول، بابايا، مامتي، حد كده يقول يبقى كلامه صح على طول. اقول له لا، لازم يكون عندنا عقل ينقض ويبحث ويدرس. اخر حاجه اسمها صعوبه المشكله، يعني ممكن ان الواحد يقع في مشكله ان الحاجه اللي قدامه دي، او يغلط في التفكير ان الشيء اللي قدامه ده اعلى من مستوى عقله ومهاراته ومعرفته. الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اكبر من امكانياتي، وده اللي يخليني اغلط بجداره. ليه؟ لانه اكبر مني. حبيبي كل يوم بتعدي عليه زي ما جسمك بيكبر، انت عقلك كذلك بيكبر. فمش من الصح ان انا احل مشاكل اكبر مني، لان ساعتها انت هيبقى صعب انك تلاقي لها حل، لانها تتخطى مستواك وامكانياتك. اهدي اللي اسمها صعوبة المشكلة. هنا اقول لحضرتك درسنا الاول خلص، وعلى وعد مع حضرتك من اول الحصة ان احنا عندنا اهم تدريبات. طالما كده يلا بينا نشوفوها مع بعضنا واحدة واحدة. هتلاقي الريتم بتاعي في بداية الأسئلة بطيء، هادي، بعد شوية هتلاقي الموضوع بدأ يبقى أسرع، لأن احنا هناخد صور كتير وأفكار كتير، فهتلاقي تقريبا نفس الفكرة ولكن بصيغ مختلفة، فده اللي هيخلينا ان احنا نتجاوزها شوية بشوية عشان ما نطولش عليك. السؤال الأول بيقول لي كده، عملية عقلية يعني بنستخدم فيها ذهننا، يستطيع من خلال الإنسان عمل شيء له معنى، يعني يكون عنده هدف من خلال الخبرة اللي بيمر بيها، يعني معلوماته. اقول له حلو، مش ده كان مفهوم وتعريف التفكير اللي احنا خدناه؟ صح كده، تعريف التفكير مظبوط يا حبيبي، تعال ندوره عليه مع بعض. تقبل رأي الاخر واحترامه، ده اسمه تسامح فكري. هل ده اللي احنا عايزينه؟ قال لي لا. وجهة نظر بتعبر عن صاحبها، اقول له وجهة نظر بتعبر عن صاحبها، دي ممكن يكون الاستقلال. لا مش ده. علم كل عام لكل شيء، اقول له دي الفلسفة برضو. لا، ده احنا عايزين ايه؟ نشاط ذهني نرسم بيه الطريق للي بيوصلني لأي هدف من العمل اللي بعمله. اقول له ده اللي بيسموه تعريف التفكير يا محترم، وده كان جزء من اول كلمة خدناها في الحلقة بتاعتنا. يلا بينا السؤال اللي بعده.
بيقول لحضرتك وصف مدير شركة أحد موظفيه بأنه بيمتلك ضمير. هات كده كلمة وصف حطها لي هنا. نظرا لإحساسه الكبير بمسؤولياته وقيامه بواجباته في العمل بشكل متقن، يبقى المدير ده وصف ده؟ يعني المدير ده اعتمد على الخبرات الحياتية، ولا مرتبط بالنشاط الحركي، ولا بيعبر عن صفات الفرد، ولا فهم قوانين الطبيعة؟ لو فهم قوانين الطبيعة يبقى له علاقة بالخبرات، بس هو بيقول لي هنا المدير قال كده بناء على خبراته وإمكانياته، مش عارف. طب هل هي دي سمة في الولد؟ أقول له آه سمة، لأن هو عنده ضمير عنده إحساس. أقول له طيب هو المدير مش عنده خبرات عشان كده حكم؟ أقول له أيوة فعلا، كمان ده مرتبط بالجانب الحركي. أقول له لا، هو هنا ما قالش الكلام ده، ده هو بيقول هو بيشتغل كويس وما قالش إن الشغل ده حركي ولا يدوي ولا عقلي، يبقى مش هقدر أختار. يعني يا مستر أنهي واحدة؟ هو عنده الخبرات. أقول له حبيبي طالما هو عنده الخبرات تروح تجري على طول تختار سمة من السمات بتاعة الشخصية دي، صفة عند الفرد. مش أنا وصفت حضرتك إن أنت عندك ضمير، إن أنت عندك إحساس، آه يبقى ده اللي بيميزك، ده ميزة عندك مش عندي أنا. أنا كمدير عندي فهم للقوانين، أنا كمدير عندي خبرات، لكن أنا ما بتكلمش عني أنا، أنا بتكلم عنك أنت كموظف، يبقى سايت اسمها سمات الإنسان. يلا بينا السؤال اللي بعده. توفيق الحكيم بيقول الخير هو فعل الفعل الإرادي الذي يؤدي لفائدة الغير. الله، ده بيتكلم على فايدة للغير. قلت له جدع، طالما فايدة للغير يبقى تخطط الفرد. قال لي آه يعني حاجة عامة. قلت له حلو قوي التفكير ده، تعال معايا. الرجل ما قاليش لا دراسة ولا نقد ولا فحص، الرجل ما قاليش ان دي حاجة نفسية من جوايا، الرجل ما قاليش ان دي حاجة فردية لان ده فردي، لكن هو قالي دي حاجة عامة يعني تشمل كل الناس. قلت له يبقى بالفعل نختار انها منفعة عامة، يعني بيعم الغير، كلنا عندنا ده بالفعل. يلا اللي بعده. استخدم المهندس المصري باقي ذكري نظرية المقذوف عند نيوتن في فكرة تدمير خط بارليف بضغط المية، انهم يستخدموا المية عشان يقدروا بالفعل ينزلوا الرمال اللي كانت موجودة بكميات كبيرة عشان يقدروا يعدوا للضفة التانية. قال لي ده يعبر عن نشاط عقلي انها فكرة، ولا نعبر عنه بشكل لفظي رمزي يعني كلام زائد رموز، ولا ادراك للقوانين العامة الموجودات، اهدي بقى اللي اسمها خبرات، ولا خصائص الشخصية يعني صفات الفرد. هل دي كانت صفات فالراجل الطيب اللي اسمه باقي ذكري؟ اقول له لا. طب دي مجرد فكرة عقلية؟ اقول له لا. طب دي الفاظ ورموز؟ اقول له لا برضو، دي ليها علاقة بالقوانين بتاعة الموجودات لان دي خبرة. هو الراجل اعتمد على شيء موجود حتى يستفيد منه ويتقبله. حلو، يلا اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك انتظار النجاح عن طريق الغش دون العمل الشاق لتحقيقه ده بيشبه انتظار الحصاد بدون بذر البذور. لما حضرتك يعدي عليك الامتحان ولاقي ان فيه يعني كومنتات لذيذة كده بتبعته لك، انا اول مرة وداخل اشوف المادة بتتكلم عليه، يقول له يعني هو احنا ليه بنستنى للدرجة دي؟ ليه احنا فضلين قاعدين كل المسافة دي عشان اجي يوم امتحان واحد يكتب بقى مين مزنوق معايا الزنقة السودة دي؟ وقال لي زنقك يا حبيبي. اقول له هدي المشكلة، واحد بينتظر انه يلم كل شيء من مرة على الرغم ان في انسان تاني تعبان طول السنة. طيب اللي مرة واحدة بيحب انه ياخد المنتج النهائي على طول، اقول له ده بالظبط عامل زي اللي حصد من غير ما يزرع. اقول له جميل، دي عبارة تحذيرية بتشير لي، عبارة تحذيرية يعني كلمة، نشاط عملي يعني حاجة حد بيعملها، ولا إدراك للقوانين العامة الموجودات حاجة ليها علاقة بالبيئة، ولا مميزات الشخصية، ولا يرتبط بالنشاط العقلي. يلا بص كده، دي عبارة تحذيرية تشير لإحدى خصائص التفكير، وهي إيه؟ اللي بيغش اللي بيغش. قال لي يا مستر الغش ده نشاط الواحد بيعمله. قلت له طالما كده يبقى اسمه نشاط عملي. ليه؟ لأن ده مجهود احنا قلنا بيمارس، طالما بيمارس يبقى حاجة عملية. طب ليه ما تبقاش فكرة؟ لان هو ما عندوش افكار في دماغه خالص، هو ما عندوش ده، وما عندوش سمة في شخصيته، وما عندوش صفة بيتكلم عنها. هو للأسف واحد شايف ان التعليم بالنسبة له هو حاجة روتينية، او المادة دي ملهاش اي لازمة، شايف ان هو عايز يعدي وخلاص. اقول له يبقى انت عمرك ما تستفيد منها ابدا. اللي بعده بيقول لي اذا لم يتبقى لدى المرء الا نظرة واحدة لمشاهدة العالم فينبغي عليه ان ينظر الى مصير اولاده. تبص على اولادك. الله، انا لسه صغير يا مستر ما عنديش اولاد. اقول له يعني قصدنا ان احنا نبصوا على المستقبل، حاجه لسه هتيجي.
يبقى ده لا تنظيم تفكير ولا حل مشاكل ولا تذكر ماضي، دي حاجة ليها علاقة ببكرة المستقبل لسه قدام. يلا اللي بعده، بيقول لي كلمة خطر المكتوبة على أي مكان تتجمع فيه أسلاك كهربية تشير إلى معنى معين، وهو اوعى تلمس المكان ده لأنه هيعرضك للموت. بص، مكان خطر، أقول له حلو، يبقى ده دليل على إيه؟ ده دليل على إدراك للموجودات ولا جانب عملي، ولا أنا بس اللي فهمت؟ أقول له لا، ده دليل إن اللغة بتعبر عن فكرة، وأنا اعتمدت على ده، إن أنا كتبت لك كلمة احذر انتبه لا تقف لا تستخدم مش عارف ايه، اقول له يبقى ده معناه ان انا وصلت لك فكره كانت جوه عقلنا عن طريق اللغه بتاعتنا. اللي بعده بيقول لي، يقول سيدنا الامام علي كرم الله وجهه، المرء مخبوء تحت لسانه. ومعنى كلمه مخبوء دي يعني مستخبي، يعني صفه حضرتك انا ما اعرفهاش غير لما تتكلم، فاذا تكلم افصح عن نفسه. تعكس المقوله احدى خصائص التفكير، اقول لك طالما لغه يبقى تدور على اي حاجه فيها كلام. تعالى، نشاط عقلي لا، ادراك للموجودات لا، يرتبط بالعمل لا، نشاط لفظي لان اللفظ يعني كلام، لفظ وكلام يعني، اقول له يعني المرء مخبوء تحت لسانه بالفعل زي ما احنا قلنا. يلا اللي بعده، بيقول لحضرتك وصف اللاعبون المدرب بتاعهم بانه انسان متفائل نظرا لانه هو دائم التحدث عن الامور الايجابيه اللي بترفع من الروح المعنويه بتاعت الفريق، على طول يرفع من معنويات فريقه، بيدل على جانب عملي ولا ادراك للموجودات ولا نشاط عقلي ولا يدل على شخصيه؟ بص كده مكتوب في الاول وصف اللاعبين، اقول له يبقى دي سمه عند المدرب، طالما سمه عندي يبقى خصائص، الولد ده ولد هادي، الاستاذ ده استاذ شاطر، القناه دي قناه ممتعه، الدرس ده درس لذيذ، اقول له انت كده بتوصف، طالما وصف يبقى يدل على سمه وميزه شخصيه. يلا اللي بعده، واحد اسمه مون جاكوب، ده يرى ان هو فحص الادله يعني دراسه التي تدعم او تناقض رأيي بغرض ان انا اعرف الصح من الغلط، اعرف نقط القوة ونقط الضعف. يعني هنا معناه انه بيقول لي لازم يكون عندي دراسة، لازم يكون عندي نقد، لازم يكون عندي بحث، لازم يكون عندي فحص. تعالى معايا، هل دي منفعة عامة؟ اقول له لا. طب لو ما عملش كده نفسيتها هتتضايق؟ لا. طب انا بس اللي هستفيد؟ ما هو ممكن دي ما يكونش فيها فايدة، زي ان حضرتك بتدور حول معلومة عادية، لا معلومة دي لها علاقة بامتحان، هي حد قال لي حاجة فعايز اعرف صح ولا غلط، والحاجة دي مش هتفيد ومش هتضرني، اقول له يبقى ساعتها اسمها تحليل وتقويم ونقد، لان هو ده اللي عندي، هي دي اللي اسمها السمات بتاعة التفكير. اللي بعده بيقول لي نوع من التفكير السلبي. حبيبي الكلمة دي تودينا جري ناحية الخرافي البدائي، بس نكمل السؤال، تعبر عن المعرفة المظلمة، يعني انا جاهل، اقول له دي بتأكد انه خرافي، كمل معايا. يسلم له من ابتعد عن سلطة العقل والعلم، يعني الجاهل اللي ملوش علاقة لا بالعلم ولا ليه علاقة بالعقل، أقول له ده دليل انه هو خرافي 100%. اشمعنى؟ أقول له ان العلم له علاقة بالعقل، الدين له علاقة بالعقل، الابداع عقل العقل نفسه، أقول له يبقى دول كلهم غلط، الوحيد اللي صح هو الاسلوب الخرافي، هو الاسلوب السلب المظلم الذي يتعارض مع العقل ومع المنطق. يلا اللي بعده، بيقول يتم في ذلك الأسلوب استخدام الحواس، استخدام الأجهزة وإجراء التجارب، وأنا بشرح من شوية قلت لك إن الأسلوب اللي فيه تجارب كان الأسلوب العلمي، صح كده؟ كمل معايا، لاكتشاف أسباب الظواهر، ويمكن في النهاية إن احنا نصل لقانون. الله، القانون ده بيبقى فين يا ابني؟ قال لي بيبقى في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في الرياضة، قلت له يعني الأسلوب العلمي، تعال ندوره عليه. تفكير بشكل روحاني، ده الديني، هو ده اللي عايزينه؟ قال لي لا. طب البحث عن العلل البعيدة، قال ده فلسفي، هو ده اللي احنا عايزينه؟ لا. أسبابه غير منطقية، ده خرافي بدائي، ده اللي احنا عايزينه؟ لا. إذن هو ده، أكد كده المعلومة، يدرس العلل القارب، يعني الحاجات اللي يقدر يشوفها ويجرب عليها ويبحث، يبقى هو الأسلوب العلمي القريب. يلا بينا اللي بعده، بيقول لي نمط من التفكير ينظر إلى الظواهر نظرة عامة. الله، يعني كلي، الاسلوب الوحيد الكلي هو الاسلوب الفلسفي زي ما احنا اتفقنا واحنا بنشرح، قلنا ده اسلوب كبير بيدرس كل شيء، حتى انا قلت لك زي الكون، زي الحياه، زي الانسان كله على بعضه. على فكره لا يوجد علم بيدرس الكون كله على بعضيه، ولا الحياه كلها على بعضها، ولا حتى حضرتك، حضرتك في اكتر من 14 علم بيهتموا بدراستك، ياه، كل علم متخصص بجزئيه جواك، اقول له يبقى ده دليل على ان الفلسفه لما تدرس كل ده يعني هي علم كلي بالفعل. يلا اللي بعده، بيقول لي القدره على ربط الامور بطريقه فريده
هات لي طريقة فريدة دي على جنب هنا، كمل معايا. غير نمطية، الله، يعني خارج الصندوق يعني، اقول له جميل كمل معايا. هو محور هذا التفكير بغض النظر عن المجال، يعني ده موجود في عدة مجالات. اقول له الوحيد اللي كان عنده ده هو التفكير الابداعي اللي بيخلي المبدعين يجيبوا اسباب جديدة، يخلوا اشكال جديدة، يخلوا تفكير جديد، يعملوا اختراعات مختلفة، يخلوا وجهة نظر الناس مش زي اي حد. اقول له اهو ده اسمه الابداع بالفعل. يلا بينا اللي بعده. بيقول لي يستطيع صاحب النوع ده من الاساليب استيعاب الحقائق الجديدة، اختبار الصحة بتاعتها عن طريق المنهج التجريبي. استناني هنا، هات التجريبي ده هنا جنبين، مش كان العلم يا ابني اللي بيقول كده؟ كمل معايا. ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني. بنتكلم على مين؟ قلت له كده الموضوع بقى سهل. مستر، هو اسلوب علم يا مستر، لان التجريب في العلم، الفلسفة علم عقلي ومش موجودة، والابداع اعلى جدا من العلم، بس في جانب فوق التجريبي انه جانب مبدع مستنير يبقى اشياء جديدة. قلت له حلو، يلا بينا اللي بعده. بيقول لي يبدأ بالشك، بمعنى عدم التسليم بصحة قول او فكرة. انا مش مصدق الحاجة دي، حط الشك كده جنبينا هنا، يلا بينا. او اعتقاد قبل الفحص الدقيق، يعني بيعمل عملية نقد، بيعمل عملية دراسة. قلنا روح الوقاوي لحد دلوقتي، كمل معي. فاذا ثبت صحته تم قبوله والاطمئنان اليه، لو بقى صح اقبله على طول. حبيبي، مهارة الشك ومهارة النقد اللي انت خدتهم في الدرس الثالث مش موجودين غير في التفكير الفلسفي، صح كده؟ تعال ندوره عليه. يبحث عن العلل المباشرة، ده العلمي، لا. يتصف بالجدة والأصالة، ده إبداعي، برضو لا. يؤمن بالقدرة الإلهية، ده ديني، برضو لا. يبحث عن العلل القريبة، ده فلسفي، أيوة. وده المطلوب يا مستر، لأن احنا قلنا ان هو الأسلوب الفلسفي هو اللي ما بيقبلش يناقش ويدرس ويتأمل ويفكر وينقض. حلو، يلا بينا اللي بعده. بيقول لي يقول أحد الفلاسفة يمكن لصبي أحمق أن يقتل حشرة، لكن كل علماء الأرض لا يستطيعوا أن يخلقوا ولا حشرة. السؤال إيش معنى؟ قال لي إن الوحيد اللي بيخلق هو ربنا. طب الفكرة دي فكرة إيه؟ قال لي دي فكرة دينية. قلت له طب تعال فين الدين هنا؟ قال لي هو مستر مش ده دين، يبقى له علاقة بالدين. قال لي بس ده بيقول لي علماء الأرض. يا ابني ما يقول لك اللي يقول، وركز كده في كلامك. أي حد يقدر يقتل حشرة، لكن كل العلماء ما يقدروش يعملوا ولا واحدة. ايوه ليه؟ لان اللي بيعمل هو ربنا. قلت له شكرا، يبقى ليه الخلق، وفكره الخلق دي فكره دينيه من الدرجه الاولى، الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى، ده تفكير ديني بالمرحله الاولانيه. بيقول لي بيرجع الفضل لاستكشاف الورق المقاوم للنيران لاول مره الى عالم الكيمياء المعروف اللي اسمه جابر بن حيان. ده اسمه ايه؟ اللي اسمه عالم. طالما عالم يبقى بيفكر تفكيري، قال لي علمي. قلت له ممكن لو عمل حاجه جديده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ابداعي. قلت له عسل قوي، تعالى بقى نشوفه مع بعضنا. يدرس علل بعيده، ده اسمه فلسفي، ده مطلوب؟ لا. بيفكر بشكل روحاني عقائدي، ده اسمه ديني، هل ده مطلوب؟ لا. بيدرس العلل المباشره وده اسمه علمي. يتصف بجده واصاله، ده اسمه ابداعي. اه انا شكلي اتزنقت يا مستر، دول الاثنين موجودين. قلت له حلو، ارجع تاني. يرجع الفضل لاكتشاف ده، الله، يعني الراجل ده عمل حاجة جديدة. قلت له قال لي طالما عمل حاجة جديدة هو عالم، ولكن عمل شيء جديد، يبقى الجديد اسمه طبعا ابداع. اوعى تختار العلم، ده شيء مبدع. ايوه انا عالم، ولكن انا كعالم عملت شيء جديد، وصلت لحاجة جديدة محدش وصل لها قبلي، يبقى ده اسمه بالفعل ابداع يا مستر. يلا بينا اللي بعده. بيقول لي استطاع الانسان ان يصل الى سبب الاعصار، وهو اتجاه الهواء المحمل به الرطوبة والصاعد بطريقة حلزونية إلى الداخل باتجاه الأعلى. اللي أنا قلته ده يعتبر حل جديد وأصيل، يعني إبداع. قلت له لا أنا ما قلتش حاجة. سر وجود الكون ده فلسفي، ولا إجابة واضحة ومباشرة ده علمي، ولا ساذج وغير صحيح يعني خرافي؟ قلت له لا ده مش خرافي، وفي نفس الوقت ده مش إبداعي. طب ده بقى سر الوجود. قلت له دي ظاهرة واحدة، سر إيه يا عم؟ دي سبب واحد بس، يبقى دي حاجة واضحة ومباشرة، لان دي حاجة دي احنا بنشوفه الاعصار ده بعينين. قلت له طالما كده يبقى مادي، صح كده؟ وطالما مادي موجود قدامي يبقى بيدرس ظاهرة، ولكنها ظاهرة جزئية، واللي بيدرس الظاهرة الجزئية ده العلم يا روح قلبي من جوه. يبقى اطلع اجري اختار الاسلوب العلمي مباشرة. حلو الكلام، يلا بينا اللي بعده. بيقول يتأمل الزاهدين. استناني بقى، الزاهدين دول اللي هم مين؟ اللي هم العباد.
العباد دول اللي هم مين؟ اللي هم بيعبدوا ربنا. اللي بيعبدوا ربنا دول اللي هم ناس متدينين ديني يعني اهو. جميل الكلام، كمل معايا. في الظواهر الكونيه زي القمر العملاق، القمر العملاق ده بقى حبيبي القمر لما بيكتمل نوره بيبقى بدر كده تحس ان هو اكبر من الطبيعي، اسمها ظاهره القمر العملاق. حينما يشتد ضوء القمر ويظهر بشكل اكبر من العادي، هم بقى بيتعبدوا لربنا اكتر لان ده مظهر من قوه الله. شوف فسروا التفسير الكوني على انه تفسير ايماني، قال لي يبقى ده اسلوب دين. طب تعالى ندوروا عليه. يتصف بالجده والاصاله والقيمه، قال لي ده ابداع مش عندنا. اسبابه ساذجه، قال لي ده خرافي مش عندنا. اجابه مباشره، ده علم مش عندنا. قدره الهيه، ده ديني. ايوه ده اللي احنا عايزينه، ده تفكير ديني من الدرجه الاولى. يلا اللي بعده. لقد انتشر التنجيم بشكل كبير جدا، ولا تخلو جريده او مجله الا من حظك اليوم. استناني بقى، هات كلمه تنجيم العسوله دي هنا جنبنا، اطلع جنبها كمان بفكرة حظك اليوم. وعلى فكرة دي افكار ساذجة، دي حاجة متخلفة. لو حد بيطلع الكلام ده، ده حاجة هبلة. اقول له ده تفكير ببساطة بدائي. يجي واحد بقى عبقري يقول لا ده علم، اقول له علم؟ طب معلش العلم ده بيدرسوه منين؟ ايه الجامعة اللي بتدي شهادة في كده؟ عشان عايز اروح اخد فيها الدراسات. انا بيبقى مكتوب له ايه في الشهاده؟ يقول لك خبير الافلاك والكواكب. استنى استنى، الخبير ده يعني خريج من وكاله ناسا مثلا؟ الراجل ده كان متخصص في الفضاء، درسوا فين الكلام ده؟ حبيبي ما فيش دراسه اسمها كده، دي كل دي سذاجه وفكر بدائي اهبل. اقول له تعالى ندوره عليه. جاد اصيل، اقول له ده اسمه ابداع. لا تامل كلي، ده فلسفي برضه. لا روحاني عقائدي، ده ديني. لا ساذج غير منطقي، ايوه اهو ده البدائي الخرافي. وهنا اقول له ايوه ده المطلوب يا استاذ. طب يلا اللي بعده. بيقول لي يرى اريك اريكسون، ده عالم كبير معروف قوي الراجل ده في علم النفس، انه التوحد الزائد مع الاخرين والميل للانسياق ورائهم، يعني تقبل راي الاخرين دون نقد. هل هو هنا قال لك ان في حد بيسيطر عليا؟ لا، يبقى ما اسمهاش هيمنه، دي اسمها ايه يا مستر؟ اسمها يا حبيبي القابليه للاستهواء مباشره. ليه؟ لان هي معناها ان انا بقبل اراء الناس وبصدقهم من غير ما انقد. قال لي بس يا مستر توحد زائد والميل للانسياق وراهم، يعني انا بحبهم. لا استناني بقى، هو ما قالش انك بتحبهم ولا بتكرههم، يعني ما تدخليش العاطفه في الموضوع. وما قالش ان انا صدقت بسرعه عشان كده ما تقوليش انه صرفوا حكم، وما قالش ان انا قبلت فكرهم وقفلت على عقلي، ما قالش ان انا دافعت عن فكرتهم عشان تقولي ده تعصب وتطرف. اذا هي قابليه للاستهواء يا محترم، لان انا صدقت وقبلت دون نقد او فحص. يلا اللي بعده. بيقول لي ده عباره عن مرض اجتماعي، على فكره المرض الوحيد بيكون في التعصب. خليك فاكر الكلام ده، بس كمل معايا. يثير البغضاء والشحناء، اهو فعلا التعصب، لان هو الوحيد اللي بيعمل قذاره في المجتمع. كمل معايا. في العلاقات الاجتماعية والشخصية، وذلك لإيمان الفرد أو الجماعة بفكرة واحدة دون سواها. هل هنا بقى فكرة دون سواها؟ أهو ده يا روح قلبي معنى كلمة التعصب، ده تعرفها أصلا. أقول له يبقى أنا هختار التعصب والتطرف، أنا مش هجد نفسي ولا أفكر. ليه؟ أستاذ محمود عرف جاب لنا المعلومة في شوال. أقول لك ممتاز حبيبي، يلا بينا نكمله. يفشل الناس كثيرا، ولكن ليس بسبب افتقارهم الى القدرات، وانما بسبب عدم الاطلاع. هات الكلمه العسوله دي هنا، عدم اطلاع. يعني انا ما عنديش معلومات. تعالى نكتبوها اهي، ما عنديش معلومات. الله، ما عنديش معلومات يعني عندي نقص في المعلومات. اقول له فعلا نقص في المعلومات، دور على كده نقص المعلومات هتلاقيها قاعده هناك اهي مستنيه جنب. ليه بقى ما يقولش ان المشكله صعبه؟ يا ابني هو ما قاليش هنا كده، بيقول لي انا ما عنديش معلومه، يبقى لا. ليه بقى مش عدم الدقة في اللغة وقال لي في كلمات انا فهمتها غلط؟ برضه لا. يبقى حد ماشي كلامه عليا، اقول له انا مصدقك. مين اللي هيمشي كلامه؟ فين الاخر اللي اتكلم؟ لا برضه مش موجود. اذا احنا بنتكلم على نقص المعلومة يا محترم. يلا بينا. ايه اللي بعده؟ بيقول لي انتقد احد المترددين على مطعم مشهور عامل من العمال، وقدم شكوى لي المدير، فقام المدير بتغيير كل طاقم العمل واوقف كل العمال عن العمل. ده يدل على عامل من العوامل الموضوعية، وهو تعالى معايا، الأزمة تتجاوز قدرة الفكر بتاعت الفرد، يعني اسمها صعوبة المشكلة. قبل ما حد يفكر الإجابة دي غلط. ليه بقى مستر؟ أقول له حبيبي
ده مدير. المشكلة اكبر من المدير. زي ايه؟ سؤال حضرتك بعته لك ايه ده انا مش عارف اجابته، تضحك انت بقى وتقولي وحضرتك ان شاء الله استاذ ازاي؟ يعني ايه استاذ مش عارف اجابة سؤال؟ ايه الغباوة دي؟ اهو ده مدير، هو الوحيد الذي يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات، هو اللي امكانياته بتؤهله لده. فما ينفعش حد يقول لي دي المشكلة اكبر منه، اقول له لا. يلا بينا فضاؤه للمعرفة حول الموضوع، يعني عنده نقص في المعلومات. اقول له هو ما قاليش هنا انه قال على طول اني سمع من طرف واحد، ما قاليش عشان اختار دي. قلت له طب يبقى وضع الالفاظ في غير سياقها اللي بيسموه عوامل وقوع في الخطأ اللي هي اخطاء اللغة. اقول له لا برضو ما قاليش كده. طب ركز كده، الخضوع للسلطة دون مناقشة. انا كمدير خضعت لسلطة الحد اللي كان قاعد بياكل ده، سمعت كلامه والعمال سمعوا كلامي. اذا تصدق تنفع دي يا مستر؟ طب اسألك سؤال تاني، هل السلطة من العوامل الموضوعية؟ قال لي فعلا. قلت له اذا تختار. يبقى بص بالعقل الدنيا مشيت معانا ازاي. زي الفل. اللي بعده بيقول لي اذا حار امرك في شيئين. انا واقف كده مش عارف ده اللي صح ولا ده اللي صح. في شيئين ولم تدري فين الصواب وفين الخطأ، فخالف هواك، فان الهوى يقود النفس الى ما يعد، لما امشي ورا رأيي اوصل للخراب على طول والفساد. تدعونا المقولة السابقة للتحرر من احد عوامل الوقوع في الخطأ، وهي التسرع في الاحكام. الراجل ما قاليش انك تسرعت. التعصب والتطرف ما قاليش انغلاق الفكر برضه. قابلية للسواء، يعني حد قال ده هو فوق بص بيقول لي هوى ورأي وفكرة. قلت له يبقى دي اللي بيدلعوا ويسموها عاطفة، مشاعر، ان انا مش عارف ايه ده، فخالف الرأي لنفسك ايه. انا عايز اقول له بس خالف انا عايز دي. تمام يلا بينا اللي بعده. من اخلاق الجاهل الاجابة قبل ان يسمع والمعارضة قبل ان يفهم. هما ده طبيعة الجاهل اللي من الاول كده يعارضك ويحكم على الاخر من غير ما يفهم كل شيء. ده دليل على تغليب عاطفته، اقول له لا. دليل على هيمنة وسيطرة، انا ما مشيتش كلامي عليه. دليل على انه بيصدق، برضه لا. ده دليل ان المعلم عنده سرعة. بص بيقول لك ايه، قبل ما يفهم، يعني متسرع في اصدار الحكم بتاعه بالفعل، يبقى التسرع في اصدار الاحكام. يلا اللي بعده بيقول لي غابت الام عن المنزل لظروف مرضية، فطلبت من ابنتها ذات 10 سنوات ان تتولى امور المنزل في غابة. هل انت تتخيل ان بنوتة 10 سنين تقدر تتولى مكان امها؟ اكيد الموقف ده هيبقى كبير قوي على البنت. يا عيني اقول لك طالما كبير قوي عليها يبقى ده اللي بيدلعوه يسموه صعوبة المشكلة. ازاي 10 سنين هتقدر تحل محل الام؟ حتى لو الام 20، حتى لو الام 30 من العمر، لكن دي 10 سنوات. اقول له يبقى دي مش هيمنة، دي مش قابلية للاستواء ولا تعصب. دي الفكرة ليها علاقة بين الموضوع اكبر مني قوي. اقول له ده اللي بيسموه صعوبة المشكلة. يلا بينا اللي بعده. بيقول قام اخوك بشراء آلة جديدة للطباعة، وصارع بشراء الاحبار الملونة لها، وعند قراءة التعليمات فوجئ بانها بتستخدم حبر اسود بس. في برينتر كده، المعلم راح جاب برينتر عشان يوصله بالكمبيوتر ويطبع عليه ورق وبتاع، وطلع يجري اشترى الانكات دي ملونه. وبعد كده المعلم جه يركبها، تفاجئ ان هو ما بيشتغلش غير باللون الاسود، الهيد بتاعه بس بيتركب فيه اسود. يبقى اخو سيادتك تسرع. طب يلا بينا ندور عليه. الانحياز نحو فكره محدده، مش ده اسمه تعصب؟ لا مش هو. تضاؤل المعرفه، يعني نقص المعلومه. اقول له ايوه تنفع دي. تغليب المشاعر اسمها تغليب العاطفة، لا ما تنفعش. تقبل رأي شخص له نفوذ اهي اسمها هيمنة، اقول له برضو لا. ده معناه ان اخويا ما كانش عارف، يعني معلومته قليلة، فيبقى تضاؤل المعرفة. حلو قوي. يلا اللي بعده. طلبت والدتك من احدى الجيران حلا، هاتي لي حل، واذا بها تأتيها باحد العقود عشان تتزين بيه. اصل الست افتكرتها حلة، حلة مش حلة. اه ما هي حلة يعني تطبخ فيه، التانية جابت حلة يعني عقد، يعني سلسلة، يعني حاجة كده ترتديه المرأة وتتزين به. الله، دي الكلمة دي طلع عليها معنيين. قلت له دي اللي اسمها اخطاء اللغة. تعالى معايا. تضاؤل معلومات الفرد نحو الموضوع اسمها نقص المعلومات. اقول له لا مش نقص. التعجل في اتخاذ القرار يعني التسرع في الحكم. اقول له برضو لا ما تسرعتش. المغالاة والإسراف في التقدير معناه التعصب والتطرف. أقول له لا ركز كده، وضع الكلمات في غير سياقها، يعني كلمة لها أكتر من معنى. بالفعل ده كلام حقيقي. أقول له إذن هي دي، إن الكلمة لها عدة معاني. يلا بينا اللي بعده.
قرر أب غلق الإنترنت نهائي في المنزل على الرغم من معرفته إن التعليم بقى إلكتروني. أنا هقفل النت يعني هاخد التليفونات يعني هاخد مفيش حاجة اسمها. بابا قرر، يبقى بابا كان بيمارس نوع من الهيمنة، من السيطرة، من السلطة. واوعى بقى يا بيت وقف الفيديو هنا وتروح جنبه وتشغله وتقول له اسمع بابا المستر بيقول ايه. لا اوعى تعمل فيها كده. يبقى احنا هندور عليها دلوقتي. تضاءل المعلومات اسمها نقص المعلومات مش هي. تجاوز المشكلة مرتبة الانسان اسمها صعوبة المشكلة، طبعا دي مش صعبة عليه. وضع الكلمات في غير سياقها اسمها اخطاء اللغة. اقول له برضو لا. طب الانتسال للسلطة، ايوه ما هو ابويا كان عنده سلطة انه اجبرنا على ده فاحنا خضعنا لرأي الوالد. اقول له جدع، الله ينور، يلا بينا شوية مقالي بقى. برنارد شو، ده الراجل ده اسمه جو برنارد شو، ده كان اديب انجليزي كبير، بيقول اذا حاولت التوقف عن التفكير لعدة دقائق ستجد نفسك محاصر بالافكار من كل الجهات. بيقول اشرح لي كده مفهوم التفكير. اقول له عنها الاثنين. هو اعمال عقل الانسان حيث يفكر بفطرته من غير ما يتعلم. العقل بيمارس عمليات كتير زي الادراك والتذكر والتخيل، زي تجميع المعلومات من حواليه من البيئه بتاعته. حبيبي وانت قاعد هتلاقيك بتسمع اصوات، وانت قاعد هتلاقيك بتشم روائح، وانت قاعد هتلاقيك بتبص على حاجات. على فكره الحاجات دي الواحد ما بيعملهاش بمزاج، ودي بتطلع لا اراديه لانها فطريه. يلا سؤال ثاني. جوستان جاردر بيقول لي الفلسفه ليست شيء يمكن تعلمه، وانما يمكن تعلم التفكير بطريقه فلسفيه. ينفع حضرتك تستخلص لي اتنين من اهميه التفكير؟ اقول له عنها الاتنين. واحده ان الانسان لما بيتعلم يقدر يتخطى المشكلات، يعني يقدر يحل اي مشكله ما يقعش في عيوب كتير زي ما الناس العاديه بتعمل. اتنين، اكتساب الاستقلال بالراي، يعني ما تاثرش بالناس التانيين. حتى لو انا خدت رايك بيبقى رايك ده راي استئناسي. يعني استئناسي يعني حلو ان انا اسمع، لكن ان انا امتثل لرايك وامشي بقى هيمنه وسلطه اقول له لا، انا عندي عالي وعندي استقلال. اللي بعدي، التفوق في الحاجة اللي انت بتشتغلها او الحاجة اللي انت بتدرسها. ايش معنى؟ لان انا عندي قوة وثقة بنفسي. السؤال اللي بعده بيقول لي حضرتك نجحت في اجتياز احدى الاختبارات عشان تلتحق باحدى الوظائف في شركة كبيرة بعد ان واجهت الكثير من الصعوبات. ادي لي مثال من عندك للموقف اللي انت استخدمته اللي شغل عقلك. اقول له مثال حل المشكلة، زي اقترب موعد الامتحان وانت ما ذاكرتش، قلت لحد من صحابك فعمل لك جدول تستغل بيه وقتك وتقدر توصل لهدفك. السؤال اللي بعده بيقول لي ايجاد افكار او اشياء بطريقه ما كانتش موجوده من قبل، مش ده اللي اسمه الابداع؟ ان انا اجيب اشياء كده فيها طفره واختلاف. قال لي اه. طب ادي لي مثال. قلت له اتفضل. ابتكار اجهزه بتاعت روبوتات بتساعد على ابطال القنابل والمتفجرات. توقف كل ده ليه؟ عشان ما يبقاش فيه ضحايا بشريه. حلوه، يلا بينا. بيقول لي بتنصح بعض الامهات ابنائها بالابتعاد عن تناول المأكولات البحريه وانهم يشربوا الحليب معاها لان ده يجيب لهم تسمم. الله، الكلام ده كلام العلم قاله؟ لا طبعا. طب انقض لي بقى التفكير الخرافي اللي هو غير علمي ده. اقول له ده اسلوب غير حقيقي غير سليم، ما بيستندش على ادله ولا براهين، يعتمد على افكار منتشره ودي بتنشا عن الجهل بتاع الناس. افكار متداوله ما بين الناس ايوه موجوده، ولكنها على فكره بتؤدي لامراض وبتؤدي لتخلف اكتر من الطبيعي. يلا بينا اللي بعده. بيقول لي يقف الإنسان أمام ظاهرة الفجوات الزرقاء وهي عبارة عن كهف ينتشر جوه المية سبحان الله ويظهر بلون مميز على السطح كأنه أزرق غامق كده، وده بيختلف عن اللون الأزرق الفاتح بتاع البحر، والإنسان بيتعجب من قدرة الله. ده اسمه إيه؟ قلت له ده اسمه ساعتها أسلوب دين. يلا اديني مثال عليه. أقول له اتفضل. يقف الإنسان مذهول أمام خلق الله سبحانه وتعالى زي ظاهرة البر البركان، دي عبارة عن أعمدة من البركان بتنتج كمية هائلة من الشحنة الكهربائية زي العاصفة الرعدية، حاجة جديدة مختلفة. الواحد يقف قدامه كده سبحان الله، الرعد ده ممكن يحرق تخيل عربيات وشوارع وشجر وبيوت، حاجة سبحان الله. أقول لك ويه. السؤال اللي بعده، ابتكار بطاقة رقمية تستند إلى نظام لتحديد الترددات تلقائيا تستطيع التقاط معلومات حول العلامات الملصقة في السلع لمساعدة المكفوفين والمسنين. زي حضرتك لما تروح اي مول تلاقي عندهم شاشة كده، بمجرد ان انت تحط المنتج جنب الشاشة لف وبس لحد ما يجي الباركود بتاعه عليه، وساعتها تلاقيه بيقول لك تين السعر بتاعه قد كده. اقول له هو ده اسمه اسلوب ايه؟ اقول له ده ابداع طبعا، زي صناعة ايدي عازلة للحرارة في اواني الطبخ عشان مامة حضرتك تقدر تمسكها وما تضرش. وكده اقول لحضرتك درسنا الاولاني خلص الحمد لله.
يبقى نطلع نجري على الدرس التاني مباشرة. ويجي معدنا دلوقتي حبيبي مع الموضوع التاني. احنا بنتكلم فيه على حاجة اسمها نشأة الفلسفة وتعريفها واهميتها. يعني بتتكلموا بالتحديد على ايه يا مستر؟ اول حاجة عايزين نعرف العلم بتاعنا نشأ فيه، بعد كده اعرف التعريف بتاعه، يعني معنى لفظ كلمة فلسفة ايه، كمان اهميتها سواء للانسان الفرد الواحد او لكامل مجتمعنا، واخر حاجة هناخدوها هي وظائف التفكير الفلسفي. طب طالما كده مستر يلا بينا نجري نشوف الدرس بتاعنا بيقول ايه. اول حاجة انا عايز اتكلم على العلم، الفلسفة دي طلعت فين يا مستر حبيبي؟ الفكر الفلسفي ليه تلت عناصر في النشأة. اول حاجة كانت النشأة اللي موجودة في الشرق القديم. لازم تعرف ان الفكر الفلسفي اللي طلع في الشرق كان مرتبط حبتين تلاتة بالاخلاق، كان مرتبط بالدين. يعني من ما يجيلك اي سؤال في جانب لعلاقة بالاخلاق، كمان اي حاجة لعلاقة بالاديان، اعرف ان احنا بنتجه نحو الشرق القديم. كمل معايا. ظهر الكثير جدا من الحكماء والمفكرين اللي حطوا مبادئ اولى للفلسفة مع الاخلاق مع الدين، وده السر اللي انا قلته لك من شوية، اخلاق فلسفة دين، حط ايدك ده شرق على طول. طلع الفكر ده في 6 حضارات شرقية، في الحضارة المصرية، البابلية، الاشورية. مستر هما بابل واشور دي فين؟ دول حبيبي حضارات كانت في العراق، واحدة في الشمال واحدة في الجنوب في العراق. بلاد فارس اللي هي تقريبا ايران الان، والهند والصين. دول يا محترم الست حضارات اللي طلع عندهم الفكر الفلسفي، ولكن كان فلسفة اخلاق دين. افتكر ده، دي 6 حضارات كانت شرقية ما سكتناش، ده في نشأة تاني كانت عند اليونانيين، يعني سابت الشرق واتجهت نحو الغرب. هناك ايه اللي حصل يا مستر؟ بيقول لي الفكر الفلسفي الحقيقي، وحقيقي يعني عقلي، اصل عندنا كان فكر ديني والدين عملي، يبقى كان عندنا فكر فلسفي متجه نحو العملية او المثالية، لكن عندهم كان حقيقي يعني كان عقلي يعني مرتبط بالواقع. نقول له جميل. وده كان ما بين القرنين، القرن السادس والقرن الرابع قبل الميلاد، على ايدين اقدم شخص احنا عرفناه اسمه طاليس. طاليس ده اقدم واحد سمعنا عنه بتاع فلسفة، كان في اليونان، والفلسفة تطورت على ايدين 3، سقراط وافلاطون وارسطو، الناس دول اللي طلعوا الفلسفة اللي احنا بندرسها النهاردة، انت متخيل؟ يبقى طلعت عند اليونانيين قديما من القرن السادس للرابع قبل الميلاد على ايدين طاليس، قعدت تنمو على ايدين سقراط وافلاطون وارسطو، دي كانت عندهم. بس خد بالك دي كانت فلسفة عقلية ملاش علاقة بقى لا بدين ولا باخلاق. كمان احنا عندنا نشأة تانية اسمها الان. الفلسفة الان بقت مختلفة، ملهاش علاقة لا بدين ولا باخلاق، ملهاش علاقة لا بعقل، دي ليها علاقة بالحياة بتاعتنا. يعني اقدر اقول لك انها لا تعلمنا كيف نفكر، ولكن تعلمنا كيف نحيا، يعني بتدرس الاشياء المعاصرة. سؤال يا مستر، يعني ايه الاشياء المعاصرة؟ حبيبي احنا عندنا اليومين دول مشكلات جديدة زي التلوث، التصحر، الضوضاء، زي الزحام، وسع الدايرة كمان، زي مين زي مين زي مين؟ اقول له زي المشاكل الاخلاقية، الهندسة الوراثية، الاستنساخ، الريبوت، الاتجار بالاعضاء، اقول له اهو كل دي حاجات جديدة الفلسفة دخلت فيها لتبين هل هي اخلاقية ولا غير اخلاقية، صح ولا غلط، تنقضها تعرف الصح من الغلط. يبقى اخلاق مع دين يعني عملي، عقل يعني نظري، حاجات بنحياها الان، دي كده النشأة. طب اللي بعده يعني ايه كلمة فلسفة؟ الفلسفة ليها تعريفين، اول واحد التعريف اللغوي يعني اصل المصطلح. كلمة فلسفة اصلها مش عربي، دي جاية من كلمة يونانية. الكلمة دي مكونة من مقطعين، اول واحد اسمه فيلو، ودي معناها ايثار او محبة، دي باليونانية، والجزء التاني اسمه صوفيا، ودي معناها الحكمة. يبقى لما نجمع الجزئين دول على بعض تبقى فيلو صوفيا، تعني حب او محبة الحكمة، ده اللفظ نفسه. وعلى فكرة اللفظ ده بيرجع للفيلسوف الكبير فيثاغورس. الله يا مستر، ده فيثاغورس ده ما كانش فيلسوف، ده كان عالم رياضيات، اقول له لا ده كان فيلسوف. وعلى فكره فيثاغورس قال على الفيلسوف ان احنا كفايه ان احنا نصفه بانه محب للحكمه وما تقولش عليه انه حكيم. يبقى فيثاغورس قال ان الفيلسوف هو محب الحكمه. قلت له طب ليه ما نقولش عليه انه حكيم؟ قال لي الحكيم ده هو الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ قال لي ان الحكيم ده ما بيغلطش، يعلم كل شيء، وما فيش انسان بيعلم كل شيء، كلنا بلا استثناء بنغلط. قلت له ماشي، ده كده اللغوي. المعنى التاني اسمه المعنى العام او الاصطلاحي. مبدئيا الفلسفة ملهاش تعريف واحد، لها تعريفات كتيرة، بس من اهم العناصر اللي لازم تقف عنها انها بتدرس الانسان،
وحياته اللي جاية عاملة ازاي. كمان بتبحث في المشكلات الكبيرة بتاعت الانسان اللي في الكون، كمان بتحاول انها تفسر العالم كله اللي حوالينا تفسير شامل. قال لي اهو ده اسمه المعنى العام للفلسفة. قلت له طب حلو قوي، انا بقى دلوقتي عايز ادرس اهمية الفلسفة. اهمية الفلسفة بالنسبة لي كفرد تختلف عن اهميتي كمجتمع. قلنا له ماشي، ناخدوها الاول الاهمية للانسان يعني للفرد الواحد، وبعد كده أهمية لكامل المجتمع يعني للبلد بتاعتي بحالها، للوطن بتاعي بحالها، للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. قال لي حلو، تعال ناخده بالنسبة للإنسان الأول. قال لي أول حاجة يبقى للإنسان فلسفة خاصة بيه، رأي وفكرة ومعتقد وجهة نظر. بص يبقى لي وجهة نظر، يبقى لي شكل، يبقى لي طريقة. بص طريقتي أنا ليا طريقتي في أكلي في لبسي في شربي بتاعتي. أقول له هدي ميزة فلسفة. اتنين، تشكيل عقل الإنسان. الفلسفة تخش على عقلك تخلي الإنسان قادر على النقد، يعني البحث، يعني الدراسة، يعني الفحص، ودي ميزة مش حاجة وحشة عشان تخلي سيادتك أفضل وأحسن. اللي بعده غرس محبة المعرفة والبحث الدائم عن الحقيقة. الفلسفة بطبيعتها ملهاش حد تقف عنده، هي دايما دايما بتجري وراء أي حد عند اي معلومة عند اي فكرة، اي مشكلة تطلع تجري تروح لها. احنا حابين نعرفه ايه سببها، جت منين، ايه الاساس اللي عندنا. اقول له اهو ده معناه انها بتحب المعرفة. اسمع كده الكلمة دي، على كل جواب في الفلسفة ان يتحول الى سؤال، وعلى كل سؤال ان يستدعي سؤالا اخر. بص السؤال يجيب سؤال والسؤال يجيب سؤال. قال لي ما هو ده اللي اسمه بحث دائم عن الحقيقة، وخد بالك من دي ركز عليها. أربعة وآخر حاجة، إعطاء للفرد معنى لحياته، يعني توسع مجالات تفكيرك. إزاي بقى؟ قال لي يعني تخلي عندي تعمق في التفكير، تخلي عندي اقتناع بأن العقل دوره كبير في كل مجالات الحياة. أنا عقلي قادر على التفكير وعلى الإبداع وعلى الإنجاز. قال لي أهدي أهميات للفرد، عندي رأي، عندي عقل بينقد، بحب دايما أن أنا أتعلم، عندي طرق أقدر أفكر بيها. ده كل ده بالنسبة للفرد الواحد. اهميتها دلوقتي بقى هتكون بالنسبة للمجتمع. طب المجتمع هتعمل لي واحد، غرس قيم ومبادئ جديدة. كل مجتمع محتاج لقواعد ومبادئ اخلاقية تتناسب مع التطور بتاعه، زي ان احنا دلوقتي لازم يكون عندنا حرية، لازم يكون عندنا استقلال، لازم يكون عندنا وعي بالمشكلات. اهي الفلسفة تعمل كده وتحط القواعد والمبادئ دي. اتنين، نقد القيم التي ثبت عدم صلاحيتها. اي فكرة عند انسان رديئة سيئة غير مفيدة فلسفة ما تسيبهاش في المجتمعات، زي فكرة الثأر اللي موجود في البلاد، ان حد ياخد بثار حد تاني يقوله دي فكرة رديئة جدا، ان القانون ايه لازمته ساعتها. كمان المحافظة على المجتمع، يعني بتعمل على انها تحافظ على هوية وثقافة المجتمع او مميزات المجتمع او صفات المجتمع، ما تجيش جنبها، تحافظ له على القواعد دي. كمان التنسيق بين جوانب الثقافة، وخد بالك دي مهمة جدا. يعني ايه يا مستر؟ يعني لازم تعرف ان كل مجتمع عنده حاجات قديمة وعنده حاجات جديدة. الفلسفة ما تدعوش للتمسك بالجديد وترك القديم ابدا، ولا تدعو للجمود عند القديم وترك الجديد ابدا. الفلسفة تجعل الانسان قادر على ايجاد كفة للتوازن بين الاتنين. تخيل كده انهم يعملوا معرض للصناعات اليدوية اللي احنا بندلعها ونسميها الهاند ميد، ده تراث وفي نفس الوقت بنعيد اظهاره للعالم بشكل مودرن وجميل وشكل معاصر. اقول له ده اللي اسمه تنسيق بين ثقافة المجتمع. خمسة واخر حاجة خالص، تعبر عن حضارة الشعوب والعصر الذي ظهرت فيه. خد بالك، يقاس اي شعب مقدار تحضره به شيوع الفلسفة فيه. كمان لازم تعرف ان كل عصر من العصور كان به مشكلات معينة. عند مراجعة الافكار الفلسفية تعرف كل عصر كان مشكلته ايه. ده مستر دي طلعت سهلة وجميل. طيب كده نوصلوا عند اخر عنصر اسمه وظائف التفكير الفلسفي. شغلانة التفكير الفلسفي ايه؟ شغلانة الفيلسوف ان يعمل ثلاث حاجات. اول حاجة اسمها تفسير الواقع، تاني حاجة اسمها تغيير الواقع، والتالتة اسمها استشراف بالفاء او استشراق بالقاف المستقبل. يعني ايه؟ اقول لك دلوقتي. واحد، اول حاجة اسمها تفسير الواقع، ودي معناها دي اول وظيفة وابسط وظيفة. يعني الفيلسوف بيبقى مشغول بالواقع اللي هو عايش فيه،
يعني بيبدأ يتكلم عنه. زي مين يعني؟ زي ان لو حاجة طلعت عندنا اسمها لغة، الفيلسوف بيفضل قاعد يفكر كل جزئية وكل مصطلح وكل كلمة جي ليه وعشان ايه ومكوناته ايه. كمان فلسفة السياسة، الحكم، انه حكم افضل، ايه العناصر الاحسن. كمان التاريخ، الاحداث التاريخية وفلسفتها حصلت ازاي، كما تكون فلسفة العلم. ده معنى ان الفلسفة بترتبط بكل شيء. يعني الفيلسوف بيظهر، بيبين، بيشرح، يقول لي اسباب اي ظاهرة. ده معناه تفسير، تفسير، تفسير. خش على نمرة 2 اسمها تغيير. يعني ايه تغيير دي بقى؟ قال لي خد بالك، الفلسفة بتغير الواقع، لان الفيلسوف بيبقى في عصر ويبدأ انه يغير العصر ده فكريا وعلميا واجتماعيا وسياسيا، علشان بيكون في امراض فبيعالجها. نقول له جني ركز بقى، سقراط حاول انه يصلح اثينا. ايه اثينا دي بقى؟ المجتمع بتاع اثينا اللي هم كان عند اليونانيين، الا ان الاثينيين ان هم السكان اللي هناك اعدموه، لانهم شافوا ان كان عندهم مشكلات، شافوا ان ده جاي يخالف القواعد بتاعته. طلع من وراء تلميذه اسمه افلاطون اللي في الصورة قدام حضرتك ده، ووقف وفكر كويس ايه اللي حصل لسقراط. ان الظروف السياسية والاجتماعية كانت سيئة جدا، في امراض عندهم، فقام برسم صورة لما ينبغي ان يكون عليه المجتمع السياسي، وعمل كتاب وسماه الدولة المثالية او الدولة الفاضلة. اتكلم فيه عن رؤيته عن مجتمع محترم، في قواعد، في اسس، الانسان يبدأ انه يرسم صورة لحاجة ايجابية. ولو تاخد بالك تغيير دي ليها علاقة شويتين ثلاثة بالتبديل، بالتحويل، يعني بالعمل. قام الفيلسوف بعمل، قام بعمل، مش مجرد رؤية بس او شرح زي اللي فوق. اخيرا نمرة 3 اسمها استشراف او استشراق المستقبل، ودي معناها ان الفيلسوف بيبص للزمان على انه 3 لحظات، ماضي وحاضر ومستقبل. اهم حاجة بتشغله هي المستقبل، ولكن الماضي ده بيتعلم منه عشان الحاضر يغيره للافضل، فيكون المستقبل شريف يعني ما فيهوش حاجة وحشة، او مشرق يعني منور وجميل وزي الفل. زي مين؟ اقول له اتفضل. منظمة الصحة العالمية حطت خطة بحلول سنة 2030 سوف يتم تحسين مياه الصرف، مياه الشرب، والحد من التلوث بتاع الهواء، يعني بيحافظوا على البيئة. اقول له بص، هم حطوا رؤية لما هو آتي. اقول له ده اللي بيسموه استشراف المستقبل. كده اقول لك الدرس بتاعنا خلص، يبقى معادنا مع احلى اسئلة في الدنيا مع احلى طلاب. يلا بينا جري نشوف اسئلتنا بتقول ايه. يلا بينا. بيقول لك امنوا بان روح الانسان الداخلية اللي هي الروحانيات هي المفتاح الوحيد للوصول لحقيقة الكون. ثواني بقى، هات الروح دي هنا على جنب. الروح دي في اي علم من العلوم قدر يوصل لمعناها؟ الاجابة لا. شكلها، صفاتها مميزة؟ ابدا لا. الحاجة الوحيدة اللي قالت لنا عن الروح دي واحنا مصدقينها هو الدين. وانا قلت لك طالما دين يبقى مين؟ قال لي يبقى شرقي يا مستر. قلت له جدع، اي حاجة دينية تبقى شرقية، لا يونانية ولا حديثة. يلا اللي بعده. لقد ذكر احد الفلاسفة ان الماء هو المادة الاولى وجوهر الاوحد اللي الاشياء كلها طلعت منه. مش ده تفسير؟ او تفسير بيه؟ قال لي بعقلنا، لان احنا ما كانش عندنا ادوات ولا ابحاث. طب خد بالك، العصر الراهن اللي هو الحديث اللي احنا فيه ده، يبقوا الاثنين غلط. والشرق حاجة ليها علاقة بالدين، هل ده دين؟ قال لي لا. قلت له اذا تبقى يونانية، لان دي فكرة عقلية جت في دماغه. يلا بينا اللي بعديه. بيقول لي الفلسفة هي معرفة اصل ومصير الوجود. خد بالك، الاصل يعني البداية، المصير يعني النهاية. الله، معناه ان الفلسفة بتدرس كل شيء. قال لي كل شيء؟ يعني الفلسفة دي علم كلي، يعني الفلسفة دي علم شامل. قلت له كويس، احنا كده بنترجم السؤال، كمل معايا. وما يعتريه يعني وما فيه من صنوف التغيير، يعني اشكال للتغير كتير، برغبة من بدافع من الرغبة النزيهة في طلب المعرفة. انا بعمل كل ده عشان اتعلم. نقول له جميل. يشير ما تحته خط اللي هو معرفة اصل ومصير الوجود الى احد تعريفات الفلسفة، انها علم تجريبي ولا علم كلي ولا نسبي ولا ذاتي. استناني بقى، ذاتي ونسبي الاتنين بمعنى واحد، وده كان في الاتجاه التاني من تعريفات الفلسفة. والفلسفة ليست تجريبية في التعريف، الفلسفة علم كلي، لان كلمة كلي يعني شامل، يعني كبير، يعني بتدرس كل حاجة. وده اللي احنا ترجمناه مع بعض في السؤال من قبل ما نبص على الاختيارات اصلا. يلا اللي بعده.
بيقول لي لكل شخص فلسفة يعتقد نحوها اتجاه معين في التفكير بتاعه وفي سلوكه، وبينعكس ذلك على نظرة الفرد في السلوك والاقتصاد والأسرة والأخلاق. يبقى أنا عندي رأي، عندي فكرتي، أقول له حلو، احنا كده بنتكلم على فكرة شخصية للإنسان، صح كده؟ طب يلا بينا نشوف الأسئلة بقى. تبحث عن غاية الكون، هل الكون كله له علاقة برأيي؟ لا. رؤية شاملة تجاه الحياة، أقول له ممكن. غايتها كشف الحقيقة لذاتها، حلوة. معرفة العيلة البعيدة، بس ده بيقول لي ده رؤيتي أنا، لا. طيب يبقى في الحياة ولا كشف الحقيقة؟ قال لي يا مستر بس ده في تفكيره وسلوكه وآرائه. قلت له يعني، قال لي يعني وأنا مغمض دي حاجة لها علاقة بحياته يا مستر. قلت له جدع، دي حاجة فكرية ذاتية لها علاقة بيا، ملاش علاقة بكشف الحقائق. كشف الحقائق عادة بكل الأشياء الكبرى اللي موجود في الوجود، أصل الكون، أصل حياتنا، القواعد الأساسية، أقول له هو ده اللي اسمها غاية نهائية، يعني أشياء بعيدة. يلا بينا اللي بعده. بيقول لي لقد رد الفيلسوف أمبدوكليس أصل الأشياء إلى ثلاث مبادئ، وهي المية، الهواء، النار، وأضاف بعد ذلك عليهم عنصر رابع وهو التراب. الأفكار دي ليها علاقة بالدين؟ قال لي لا. قلت له يبقى مش شرط. هل دي ليها علاقة بالعصر اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ قال لي لا ده مش راي. قلت له ما عندناش حاجة اسمها وسيط، إذا الفكرة دي فكرة عقلية، صح؟ طالما أفكار وعقلية يبقى احنا هنختار اليونانيين على طول واحنا مغمضين. اللي بعده، هانز يوناس ده فيلسوف كبير جدا. الراجل ده تناول في فلسفته الاحتفاظ برقابة دائمة على التغيرات اللي طالعة من التكنولوجيا والتي تؤثر على حياتنا وتأثر على حياة كوكب الأرض كمان، عشان نحمي الأجيال اللي جاية قدام. أقول له حلو قوي، الأفكار اللي هو قالها دي ما كانتش موجودة عند اليونانيين، ولا ليها علاقة بالدين، ولا ليها علاقة بعصر وسيط اللي مش عندنا، دي كلها أفكار معاصرة، يعني راهنة، يعني دي ليها علاقة بالفلسفة الآن اللي هي الفلسفة الحياتية. ترد انت وتقول لي اشمعنى؟ اقول لك لان التكنولوجيا دي حاجة معاصرة حديثة، صح كده؟ والتكنولوجيا المعاصرة الحديثة لا كانت عند اليونانيين ولا كانت عند المصريين، دي كانت في العصر الراهن يا مستر. اقول له جدع، الله ينور. يلا اللي بعده. بيقول لي الفلسفة في اوسع معانيها هي التي تعتمد على الاختيار، على النظر، على التأويل، على ترتيب الحقائق الذهنية الشاملة لكل الكون. يبقى احنا بندرسه كل حاجة في الكون، حلو. يتفق ما سبق مع احدى الاتجاهات الفلسفية وهي معرفة العلل البعيدة والمبادئ الاولى، البحث عن معنى الحياة، مشكلات الانسان الواقعية، والاتجاه العملي نحو السلوك. بصوا فوق كده، تعتمد على الاختيار، النظر، التأويل، ترتيب الحقائق الذهنية. يعني يا مستر دي حاجة لها علاقة بالافكار بس دي شاملة لكل الكون. قلت له حلو. قال لي طالما شاملة لكل الكون تبقى مش مشاكل واقعية. قلت له حلو. قال لي ومش سلوكيات. قلت له جميل. طب حياة ولا مبادئ؟ قال لي لا دي مبادئ اولى، دي علة البعيدة، عشان حضرتك لسه قايل لنا من شوية ان طالما بيقول لي حاجة كلية او حاجة بعيدة يبقى بيقصد بيها الاشياء القديمة جدا اللي هي الاصل بتاع كل شيء. اقول له بالفعل تفكير سليم، الله ينور. اللي بعده، الفلسفة نشاط عقلي يهدف من خلاله الانسان الى فحص كل المعتقدات المتعمقة الواعية، فينمي تفكيره وينمي قدرته على البحث ورؤيته للأشياء وفقا لعلاقتها الصحيحة. ده معناه أن الإنسان بيبحث في كل شيء عشان يعرف أصله. تدل العبارة على معنى الفلسفة من أنها وجهة نظر، يعني رأي، ولا علم جامع، يعني كلي، ولا علم كلي اللي هو كلي، ولا حب الحكمة، يعني المعرفة. أقول له والله أنا شايف أن ده وده وده بنفس المعنى. قلت له يبقى أنا هختار الرأي المختلف اللي فيه. إيش معنى؟ لأن احنا متفقين إن لما يبقى فيه أكتر من اختيار شبه بعضهم اشتبهم كلهم عادة غلط. والدليل على كده فوق بيقول لي نظرة متعمقة، تفكيره، قدرته، بحثه، الفرد ده بيتكلم على رأي واحد، إذن ده رأي نسبي. التلاتة دول هو الاتجاه الأول في تعريف الفلسفة، إنما ده هو الاتجاه ولكنه الثاني لتعريف الفلسفة برضه. يلا بينا اللي بعده. بيقول لي الفلسفة التي تدرس الوجود في صورته الكلية كده شاملة بقى، وفي خصائصه الأساسية العامة التي تساعد الفيلسوف في الكشف عن القوانين بتاعة الكون كله. انت واخد بالك احنا بنكبر الموضوع ازاي، حاجة شمولية. يلا بينا. تهتم بمشكلات واقعية؟ قول له لا دي اللي هي الآن يعني. طيب رؤية شاملة في حياتي؟ قول له لا برضو. تهتم بالبحث عن الحياة؟ طب ما هي هي علم العلوم. اقول له ده بقى اللي اسمه الشمول او العلم الكلي،
اذا انا اختار دي، لان ده معناه ان الفلسفه علم كبير، علم بيدرس كل شيء زي ما الفوا الوجود في صورته الكليه، الخصائص الاساسيه، قوانين بتاعه الكون. شايف الموضوع بيكبر ازاي؟ شامل كبير بالفعل. يلا بينا اللي بعده. يقول احد الفلاسفه يجب الا يهمل الانسان التعليم والتعلم، يجب الا يهمل الانسان واجباته نحو الاباء والالهه. استناني، الهه يعني دين. طب تعالى معايا بقى، اثينا دي عاصمه اليونان، وسبارتا دي جزء منهم. اقول له الله، ثلاثة بمعنى واحد، اشطب الثلاثة غلط. واللي يدل على ذلك ان دي الوحيدة اللي كانت في الشرق، والشرق هو الوحيد اللي كان فيه افكار دينية. اذا اختار فارس وانا مغمض. صح. يلا اللي بعده. بيقول لي مجموعة الانشطة الفكرية والتي تسمى تفلسفا، ان انا بدرس بدماغي يعني، وتعبر عن رؤية خاصة بكل فرد تجاه ما يحيط به. رؤية خاصة، رؤية خاصة، رؤية خاصة. ما عندناش حاجة اسمها علمي متباين، وعلم شامل يعني كبير. لا غلط، علم تجريبي ما تبقاش فلسفة، احنا ما عندناش غير الاتنين دول بس. يا عام شامل وده الاتجاه الاولاني الكلي، يا اما نظري نسبي وده الاتجاه التاني اللي قال لي ان الفلسفة هي عبارة عن فكرة. وهنا فوق بيقول لي فكرة فكرة فكرة، قلت له يبقى نظري نسبي نسبي نسبي، ده اللي انا متأكد منه لانها مش شاملة. فوق الرجل بيقول لي افكار ذاتية، افكار للانسان، الانسان عنده رؤية. نقول له جميل زي الفل. تميل الفلسفة الى التدقيق في كل شيء، بتدرس كل حاجة بالتفصيل، بالبحث عن ماهية الاشياء يعني تركيبها الداخلي. افتكر الكلمة دي الله يكرمك، ماهية يعني تكوين داخلي، التركيبات بتاعت كل شيء يعني، ومختلف مظاهرها والقوانين بتاعتها. ده دليل ان الفلسفة علم. خد بالك، ذاتي ونسبي احنا قايلين انهم بمعنى واحد، وطالما بمعنى واحد يبقوا الاتنين غلط. فلسفة مش تجريبية، اذا هي علم جامع. وجامع ليه؟ اقوله لانها بتدرس كل شيء. بص السؤال كده ركز، يبقى ده معناها انها كبيرة فتشمل كل حاجة. اللي بعديه، رينيه ديكارت ده فيلسوف فرنساوي كبير جدا، بيقول لنا كده ان اختلاف ارائنا لا ينشأ عن كون ان في واحد مننا اعقل من التاني، بل بينشأ ان احنا بنوجه افكارنا في طرق مختلفة مش شبه بعض. يعني ما بنبصش على نفس الحاجة من نفس الزاوية. حضرتك بتبص من اتجاه غير اللي انا ببص منه، سيادتك بتفكر من رؤية غير اللي انا بفكر منه، وده اللي يخلي ان كل واحد يبقى له فكرة غير التاني. قلنا له جميل. تشير المقولة الى ان الفلسفة تتصف بيه الكلية العمومية. قلت استناني بقى، هي مش كلية عمومية دي الاتنين بمعنى واحد؟ قال لي قلت له يبقى اشطر، واحنا ما عندناش حاجة اسمها تجربية في الفلسفة. قلت له اذا هي وجهة نظر نسبية يعني فردية، وده اللي هو قال لي عليه ان كل واحد بيبص من اتجاه غير التاني، يبقى نسبي يعني ذاتي، يبقى مختلف. اللي بعده، يقول احد الفلاسفة لينظر الجميع الى الشمس. بص كده يا واد انت، هو للشمس الجميلة دي التي بأشعتها العالية تظهر الإله. هوبا استنى، إله يعني دين، إله ودين يعني شرق على طول. طب كمل السؤال، الذي يعرف كل المخلوقات المولودة، يعرف كل حاجة. طب ركز، سبارتا وأتينا واليونان كلهم حتة واحدة، يبقى البلد الوحيدة الشرقية اللي كانت فيها فكر ديني كانت مصرنا الجميلة، اذا هي الوحيدة اللي انا اختار. السؤال اللي بعده بيقول لنا تعريف ارسطو للفضيلة على انها وسط بين رذيلتين، حاجتين وحشين في النص حاجة حلوة، دي فضيلة وده شيء سيء وده شيء سيء. حلو كده، يلا بينا. يقول لي ارتبط هذا التعريف باهتمام اليونانيين بالقيم، وبيطبقها في ايه؟ عيلة القريبة يبقى علم، والفلسفة ملاش علاقة بيه. نشأة الكون ده معناها ان الفلسفة علم ولكنه كلي. هل تتوقع ان الفضيلة والرذيلة ليها علاقة بالكون؟ قلت له لا طبعا، دي ليها علاقة بالانسان. طيب التعريف بأسرار العالم دي معناها ان العلم بتاعنا علم شمولي. قال لي ما دي زي دي يا مستر. قلت له قشطه. طب تعالى كده بص معايا تحت، مين ده؟ حياتي انا انسان. بص على الفضائل، بص على الاخلاقيات. ايوه دي عندنا يا مستر. قلت له اذا نختاره حياة الانسان خاصة وعامة، لان الاخلاق دي عندي انا والفضائل عند الانسان فقط. يلا اللي بعده، يؤكد ميلر كريستي على ان التفكير الفلسفي في جوهره يعني في اساسه هو تفكير عميق يستند الى ادلة منطقية يعني الى ادلة عقلية، وعدم اتخاذ قرار بدون فهم او تحليل. اوعى تتخذ اي قرار من غير ما تفهم، من غير ما تحلل، من غير ما تشرح كل حاجة. قلت له حلو. يعبر ما سبق عن اهمية الفلسفة للفرد، حيث انها
تجعل للفرد فلسفة خاصة ولا تشكل عقله ولا تجعل الإنسان محب للمعرفة ولا تديله معنى لحياته. بص كده، هي جوهر تفكير أدلة، ما تتخذش قرار غير لما تفهم. قلت له إذن ده معنى أن عقلي لازم يشتغل، العقل يبحث، العقل ينقد، العقل يفكر، العقل. على فكرة أنا ما قلت لكش شكل، أنا ما قلت لكش معنى، أنا ما قلت لحضرتك أنا عايز أتعلم، أنا بقول لك أنا عايز أفكر. قلت له إذن يبقى عندي عقل بينقد بيفحص بيتأمل. يلا اللي بعده. يقول أحد الفلاسفة عقل الإنسان مركب، تركيب مدهش جدا، حيث أنه مع شغفه يعني مع رغبته يقوم بالكشف عن مسائل لا تدركها حواسه، ولم يستطيع أحيانا الوصول إليها، لكنه لا يستطيع التوقف عن المحاولة، دايما بيحاول. نقول له جميل، يبقى ده دايما أنه عايز يتعلم. تعال بينا بقى غرس محبة المعرفة، حلو، فلسفة خاصة، لا، تشكيل عقل الإنسان، لا، إعطاء معنى الحياة، لا، ده هو حبيب يتعلم، يبقى حاجة ليها علاقة بالفهم والمعرفة والعلم والتعلم، يبقى الفلسفة بتغرس جوانا محبة المعرفة والاطلاع والتفكير. يلا اللي بعده. قدم صحفي تقرير بيهاجم فيه سلوكيات بعض القبائل التي لازالت إلى الآن عندها فكرة الثأر دون الرجوع إلى القانون، لأن القانون هو المسيطر بقى في الحتة دي. يعبر ما سبق عن أهمية الفلسفة، لأن الفكرة دي فكرة حلوة ولا وحشة؟ قال لي وحشة. قلت له ضف تعالى، التنسيق بين المجتمع، لا، محافظة القيم، لا، غرس قيم، لا، طب نقد قيم، أقول له أيوة، لأن دي قيمة ثبت عدم صلاحيتها، سلبية وحشة. إزاي يعني موتوا بعض من غير ما يبقى فيه قانون؟ احنا كده عايشين في غابة مش عالم إنساني. يلا اللي بعده. بيقول لي لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا اللي هم الجيل القديم بقى الكثير من الأفكار التي يحق لنا أن نفتخر بها عشان تبقى ذخرا للوطن. أفكار قديمة، أفكار قديمة، تعال معايا. غرس قيم جديدة، لا طبعا. نقد قيم، أقول له لا طبعا. محافظة على التراث، أقول له أيوه أيوه أيوه. طب التنسيق، أقول له قديم وجديد، ما قال ليش فوق كده، قال لي قديم بس فوق في السؤال. بص كده، أفكار قديمة من أسلفنا، أفكار قديمة، أقول له إذن هي محافظة على التراث اللي كانت في الأهمية اسمها هوية، المحافظة على الهوية وعلى الصفات وعلى المميزات اللي كانت عندنا قديمة. يلا بينا اللي بعده. قمت بعمل محاضرة حول هجرة العقول المبدعة، إن الناس المتطورين دول اللي في بلدنا يسيبوا البلد ويروحوا يعيشوا برا، ليه؟ عشان المقابل المادي بقى والمجتمعات والحاجات دي. وقدمت عدة مقترحات منها فتح أماكن الاستثمار كافة لكل أشكال الاستثمار قدام الشباب بكل مؤهلاتهم، وتحفيز الشباب على أنهم يتعلقوا بالوظيفة وعدم التخلي عنها مهما حصل. ده دليل على أن أنت غيرت الواقع ولا فسرت الواقع ولا وصفت الواقع ولا بتستشرف المستقبل. قال لي معلش، احنا ما عندناش حاجه اسمها وصف، واستشراق مستقبل يبقى حاجه لسه هتيجي، لا طبعا مش موجود. طب ده تفسير ولا تغيير؟ بص كويس كده، قمت بعمل محاضره حول كذا كذا، قدمت ايه مقترحات، بدات تتكلم. قلت له طالما بتكلم وبشرح، اذا انا بتكلم على حاجه عايز اغير حياه احنا موجودين فيها. انا بقول لهم دي حاجه سيئه عايزين نبدل دي بحاجه ثانيه، يبقى ده اسمه تبديل الواقع. انا عايز اعمل تغيير للحياه اللي احنا عايشينها، عايز اشيل الفكره السيئه ان الاولاد بيهاجروا واخليهم يقعدوا في بلدهم يتعلموا ويتعبوا ويبنوها. قلت له جميل، كمل معايا. تزداد مشكله الادمان التقني اللي هو التكنولوجي، يعني ماسك تليفونك على طول في الآونة الأخيرة، يعني في اللحظات الأخيرة، ومع السنوات القادمة ستؤدي إلى انهيار في الأسرة، انتهاك للخصوصية، تعدي وتجسس على حريات الناس بشكل كبير. دي تشير لإيه؟ بقول له الكلام ده موجود ولا لسه هيجي؟ بيقول لي ومع السنوات القادمة، لطالما سنوات قادمة يبقى ده معناه إن ده حدث لسه هيجي، طالما حدث لسه هيجي يبقى ده معناه حاجة متعلقة بالمستقبل مش موجودة دلوقتي. يلا اللي بعده. قام نيلسون مانديلا، مين ده مستر نيلسون ده؟ كان واحد من جنوب افريقيا، ده عمل ثورة علشان يرجع المشكلة بتاعت التمييز العنصري، هو كان عايز يخلعها الفكرة الوحشة دي. نقول له جميل، ده دعا للحد من ظاهرة العنصرية، او زي ما اقول بدمج الطلاب السود مع الطلاب البيض في فصول واحدة، وعمل فرق رياضية يختلط بها الأبيض مع الأسود مما أكسبه التحار وشعور بالانتماء والتسامح. يبقى اللي هو بيفعله نيلسون مانديلا استشراق المستقبل ولا توضيح أسباب المشكلة ولا تغيير ولا تفسير؟ أقول له استنى، مش التفسير ده هو التفسير ده؟ قال لي قلت له يبقى اللي هو عمله هو مجرد تغيير، ما هو ما ينفعش اختار تفسير بقى،
لان تفسير كده متعودة او متكررة او عندي جاية بشكلين. اقول له يبقوا الاتنين غلط زي ما احنا اتفقنا من شوية. بيقول لي على الرغم من مقدار ضعف قطرة الندى، عارف القطرة بتاعت الندى، النقطة بتاعت الندى دي، قال لي قلت له الا انها لا تيأس من هدم الصخرة الجامدة. النقطة دي نقطة بعد نقطة بعد نقطة بعد نقطة بتؤدي لانشقاق الصخرة، سبحان الله. تجسد المقولة احدى الوظائف وهو تفسير ولا وصف ولا استشراق ولا تغيير. قلت له ما هي كده، هي غيرت انها عادت نقطة بعد نقطة بعد نقطة على الرغم انها ضعيفة الا انها شقت الحجر. يبقى ده معناه ان حضرتك لما بتقول لحد نصيحة، نصيحة بعد نصيحة بعد نصيحة، ورأي بعد رأي بعد رأي، وفكرة بعد فكرة بعد فكرة، تؤدي لتغيير المجتمعات بالفعل. اللي بعده بيقول لي تعمل كل عائلتك في مجال التجارة ويمتلكون سلسلة محلات كبيرة، واعتقد والدك ان انت بمجرد انتهائك من الدراسة بتاعت الثانوية العامة ستلتحق بكلية التجارة وتشاركهم في العمل اللي كلهم شغالين فيه، وكمان اخواتك انت شغالين معاهم، بس انت للأسف بتحب الموسيقى وانت تلتحق بكلية التربية النوعية وتتخصص في الموسيقى. يمثل الموقف السابق اهمية التفكير الفلسفي لانه بيعمل للانسان ايه؟ قلتله بيغرس محبة المعرفة؟ لا. فلسفة خاصة؟ قلتله يدي معنى الحياة؟ لا. بحث ده معنى الحقيقة؟ لا، ده رأيي. ما فلسفة خاصة ده يعني رأيي، يعني فكرتي، يعني وجهة انا شايفها انها صح. قلتله يبقى فلسفة خاصة، انا ليا اتجاهي، انا ليا ميولي، انا عايز ادرس الدراسة دي، انا مش عايز اعمل كده. قلتله هدي اللي اسمها ان يكون للفرد فلسفة ورأي خاص. ألبرت أينشتاين بيقول انا لست موهوب، انا فضولي، انا بحب اتعلم. يبقى مش رفض الاحكام المتسرع ولا اعطاء معنى ولا فلسفة خاصة، ده بحث دائم عن الحقيقة حبا للعلم والمعرفة والتعلم والبحث. اقول له بالفعل كلام سليم. طب اللي بعده بيساعد التفكير الفلسفي الانسان على ان يزن الامور، يزن الامور يعني يقسها، والمفاضلة بين الاشياء، كما يتضمن القدرة على تقويم البدائل يعني نقدها. يبقى بيدي معنى للحياة ولا غرس محبة الحكمة ولا فلسفة خاصة؟ قولوا لا، ده عقل، وبيكون عقل ناقض، يعني يبحث يتأمل يفكر يصل لما هو مراد. يلا اللي بعده بيقول لي ان التفكير الفلسفي ده نشاط ذهني يتسم بالتساؤل باستمرار، بالفحص، بالتحليل. قلت له جميل قوي، للمظاهر الاجتماعية والمظاهر التربوية سواء كانت في الأقوال أو في الأفعال. نستنتج من ده أهمية الفلسفة، إنها بتبني قيم خاصة ولا قادرة على النقد ولا التمسك بالتقاليد البالية. قال لي يعني ايه بالية؟ قلت له يعني فاسدة. قال لي لا. غرس قيم جديدة؟ برضو لا. قيم خاصة؟ اقول له لا، ده معناه انها بتنقض. نقد وبحث ودراسة وفحص، لانه هنا قال لي كده تساؤل وفحص وتحليل. اقول له باش، يبقى دي قدرة على النقد والدراسة. طب يلا اللي بعده بيقول لي نجد ان في شعوب في الامم الاخرى تعطي اهمية للوقت، بينما نجد الكثيرين منا ينظرون له نظرة أقل، غير مستشعرين أهميته. الوقت بتاعك هو مجرد وقت بيعدي وخلاص، بتضيعه على الفاضي يعني. لذا ينادي المفكرين والمهتمين بالتأكيد على أهمية الوقت. تجسد ما سبق أهمية الفلسفة لأنها تدعونا للتمسك بالعادات والتقليد. أقول لها لا، التغاضي عن التمسك بالتراث. أقول الفلسفة ما بتدعوش لده، الفلسفة بتدعو التمسك بتراثنا لأن دي هوية. يبقى غرس قيم جديدة ولا التنسيق بين القديم والجديد؟ قلت له ده مش موجود في قديم وجديد، لكن ده موجود ان دي قيمة جديدة اسمها قيمة الوقت، لازم الواحد يتمسك بها ويحافظ عليها ويعرف انها مهمة ويدافع عنها، وكل لحظة بتعدي لازم يعرف انها مهمة ومش هترجع تاني، فلازم يتمسك بها لان ده جزء من حياتك. تخيل كده ان كل يوم بيعدي ده بينقص مستوى ومقدار العمر بتاعك وحياتك، فتخيل كل دقيقة بتعدي بتمر من حياتك. الله، لو الانسان عادي يفكر كده عمره ما هيضيع ولا ثانيه في حياته. اللي بعده بيقول لي قامت الدوله بنقل موقف ضخم ب 22 موميا ملكيه مصريه قديمه في عربات صممت خصيصا لذلك لوضعها في متحف الحضاره، مما ادى الى تنشيط حركه السياحه. نستخلص مما سبق اهميه التفكير الفلسفي للمجتمع، انه هو ينسق بين القديم والجديد ولا غرس القيم الجديده ولا نقد قيم ثبت عدم صلاحيتها ولا توجيه مستنير. اقول له لا، مش دي مومياوات قديمه عملوا لها عربيات جديده عشان ينشطوا بها شيء جديد. قلت له يبقى تنسيق بين شيء قديم وشيء جديد، انا عندي حاجه قديمه عندي حاجه جديده، عملت ما بينهم موازنه عشان تطلع وتنمو لقدام. يلا اللي بعده هناك العديد من الاثار التي يمكن التكهن بحدوثها نتيجه زياده عدد السكان، وكلمه تكهن يعني توقع، اتوقع حدوثها زي الزيادة اللي عندنا دي.
زي مين؟ قال لي زي اختلال التوازن بين الانتاج والاستهلاك، حدوث نقص في الدخل الثانوي للدولة بحالها. نستخلص مما سبق احدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي انشغال الفيلسوف بقضايا المجتمع، ده اللي اسمه تفسير، ولا الكشف عن العلل الرئيسية للحدوث، اذا تصدق برضو اسمه تفسير، ولا اقتراح علاج مناسب للمشكلات، وده اللي اسمه تغيير، ولا بلورة يعني بناء صورة لمستقبل، وده اللي اسمه استشراف للمستقبل. بص كده، هناك العديد من الاثار التي يمكن التكهن، يعني التوقع، وطالما توقع يعني لسه ما جاتش، وطالما لسه ما جاتش يبقى اسمه مستقبل 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 مستقبل، لانه لسه. بص بيقولك ايه، توقع يعني تكهن، يعني لسه هيجي، يعني حدس قدام مش موجود دلوقتي. كمل معايا. بيقول لي في العصر اليوناني لعبت افكار سقراط دور مهم جدا في انه يغير المجتمع الاثيني ويغير افكارهم ومعتقداتهم، واستخدم منهج التهكم والتوليد، ودي كانت طريقه سقراط. يسأل سؤال ويدور على حضرتك ويسيبك تفكر براحتك لحد ما توصل لحل، يوم جاي مديك سؤال تاني، تقعد تدور تدور على حل، وبعد كده يقابل بين الفكرتين ويبدأ يقولك مين صح ومين غلط، ده بعد ما انت تكون فكرت واستخدمت عقلك. للقضاء على الافكار السوفسطائية، ودول ناس سيئين كانوا موجودين هناك في اليونان، اللي كانوا بيستخدموا الشك المذهبي زي ما تعرف في الدرس الجاي ان شاء الله. يمثل ما سبق أهمية التفكير الفلسفي إن هو عملي، يعبر عن الحضارة، أقوله لا، غرس قيم جديدة، برضو لا، نقد قيم ثبت عدم صلاحيتها، جميل، نسق بين القديم والجديد، أقوله لا، بس الراجل عملي كان بينقض الأفكار الوحشة اللي السوفسطائيين كانوا بيستخدموها، قلت له يبقى نقد قيم ثبت عدم صلاحيتها. طريقة التفكير السوفسطائي طريقة بالية فاسدة انهارت، فكان لازم ان سقراط يناقضهم ويقول لهم انتوا ناس عندكم افكار رديئه. طيب اللي بعده بيقول لي ان تفكير الفلاسفه نابع من ظروفهم، يعني دي بتعبر عن عصرهم وسماتهم، وما هو جعل التفكير الفلسفي يرتدي عباءه الزمان اللي بيعيشوا فيه. كل فيلسوف جه يتكلم عن مشكله كانت موجوده في الزمان بتاعه، يبقى لا يدل على، اقول له يدل على حضاره الشعب والعصر الذي ظهرت فيه، لان كل فيلسوف يهتم بمشكله عصره ومشكلة مجتمعه اللي هو محيط بيه. يلا اللي بعده، طالب مارتن لوثر كينج انهاء التمييز العنصري ضد السود من اجل ان تنعم الاجيال المقبلة بالعدل والمساواة. اجيال مقبلة، اللي قلت له يبقى استشراف، لان ده حاجة لسه هتيجي، وهو طالبهم بانهم يوقفوا ده، يعني يغيروا الفكرة دي، يبقى ده حل، طالما حل يبقى تغيير، حاجة هتحصل يبقى اسمه استشراف. يلا بينا اللي بعده، تعديل بسيط، تعديل ده يعني تغيير، صح، ادي تغيير وادي تغيير، يبقى اشطب دي واشطب دي، كمل معايا، يمكن ان يعيد تشكيل عالمك، اذا يعيد يبقى قدام استشراف، قلت له اذا يبقى تغيير مع استشراف. بص احنا ماشيين في السؤال واحده واحده واجابتنا واحده واحده. اللي بعده، ينوه، يعني العلماء بيخلوك تاخد بالك، بيركزوا على الحتت دي، الباحثين لخطوره قله الموارد بالنسبه لزياده السكان، الموارد تقل السكان تزيد، لذلك ينادون بوضع التشريعات اللازمه للحد من هذا التاثير اللي هو الزيادة السكانية. يعبر ده عن اتنين من وظائف التفكير الفلسفي، هو تغيير واستشراق، ولا وصف وتفسير، ولا وصف واستشراق، ولا تفسير وتغيير. ثواني بس، هو وصف وتفسير دي واحدة، لكن وصف واستشراق اتنين، تفسير وتغيير اتنين، تغيير واستشراق اتنين. ركز كده بقى على السؤال، ينوه الباحثين بخطورة قلة الموارد بالنسبة للزيادة، لذلك ينادون بوضع تشريع، يبقى ده حل، وضع تشريع يبقى حل، وطالما حل يبقى اسمه تغيير. تعال معايا بقى، ده في تغيير؟ اه، ده في تغيير؟ لا، ده في تغيير؟ ايوه، يبقى كده احنا اخترنا واحده تغيير. كمل معايا، بوضع التشريعات اللازمه للحد من هذا التاثير، اللي لسه هيجي ولا اللي موجود؟ قال لي لو لسه هيجي يبقى اسمه استشراف، لو موجود يبقى اسمه تفسير. قلت له طب ارجع للسؤال كده، ينوه الباحثين لخطوره قله الموارد بالنسبه للزياده السكانيه، الله دي موجوده، قلت له طالما موجوده تبقى حبيبي احنا بندي لسيادتك حل، الحل ده لو مشيت عليه هيبقى المستقبل اللي جاي بتاعنا جيد، هيبقى مفيد، هيبقى شريف، هيبقى مشرق، يعني ما فيهوش اي سلبيات. انا ما قلتلكش ايه سبب كذا عشان تقول لي انه تفسير، لا، ده حدث. يلا بينا، عندنا اسئله بقى، مقالي بيقول لحضرتك ظهر مصطلح الفلسفه منذ القدم على ايدين اشخاص رفضوا الواقع وتمردوا عليه وحاولوا انهم يفهموا كل حاجه، كلمني على نشأة الفلسفة. قل له يا سلام، الفلسفة قديمة كانت في الشام، كانت حضارة ربطوا بيها الفلسفة مع الدين، والفلسفة بعد كده راحت اليونان واتصفت بالفكر العقلي،
اللي كانت على ايدين طاليس وبعد كده نامت على ايدين التلات شخصيات دول سقراط وافلاطون وارسطو. خلي بالك الافكار دي ما وقفتش، ده الان الفلسفه تطورت وبقى لها اشكال كتيره لانها بتدرس الواقع المعاش يعني الحياتي. ابن سينا بيقول حسبنا ما كتب من شروح لمذاهب القدماء فقد ان لنا ان نضع فلسفه بتاعتنا احنا بقى، احنا عايزين راي لينا احنا. انه تعريف للفلسفه اقول له التعريف الثاني اللي قال انها فكر ذاتي وفلسفي نسبي. الفلسفه تساعد الفرد على تكوين فكر ذاتي مستقل، رؤيه خاصه عن كل ما هو يواجه حياتنا، يعني قادر ان الانسان يضع حلول، وده اللي احنا دلعناه وسميناه الاتجاه الثاني في الفلسفه بتاعتنا. يلا بينا اللي بعده. لست الافضل ولكن اسلوبي انا ليا اسلوبي بتاعي انا، وساظل دائما اتقبل راي النقد والحاسد، انا بقبل ده. فالاول يصحح مساري والتاني بيخليني متاكد ان انا صح. ان لما تلاقي حد بيحقد عليك باستمرار اعرف انك ماشي في الاتجاه السليم. افتكر ان الشجره اللي فيها ثمار هي اللي بتتضرب بالطوب. قال لي هي دي الفكره. عقف في ضوء ما تشير اليه العباره لاهميه الفلسفه للانسان، اقول له دي بتساعد الانسان على تكوين وجهه نظر خاصه به هو، بتعيد تشكيل قيمه واهدافه وقواعده اللي جوه دماغه بناء على افكاره الذاتيه. يلا اللي بعده. عبد الرحمن القصيب بيقول لي في الفلسفه لا ينمو شيء الا بهدم شيء اخر. اديني مثال من عندك على ما تشير اليه العباره من احدى وظائف التفكير الفلسفي. لا ينمو شيء الا بهدم شيء اخر، يبقى دي بتشير للتغيير. زي مين؟ الفيلسوف الانجليزي برتراند راسل هاجم سياسه بلده الاستعماريه ودعا لاقامه محكمه اسمها محكمه للعدل الدوليه دي علشان تجيب السلام وتقف كده تحاكم مجرم الحرب اللي هم رؤساء الدول اللي بيقحموا الدول بتاعتهم في الحروب. حلو قوي. يلا بينا. توماس جيفرسون بيقول لي عندما نتحدث عن طريقه العيش فساسبح مع الطيار، اعيش معاك زي ما انت عايش، وعندما نتحدث عن المبادئ لا هقف زي الصخره، انا ليا مبادئ وليا افكار الخاصه. قلنا له حلو قوي. عايزين مثال على ما تشير اليه المقوله، اقول له يا سلام بتشير المقوله الى المحافظه على المجتمع من حيث الافكار، هي بتسيب كل حاجه صخره ثابته اهي قواعد ومبادئ. زي الامام الغزالي لما تصدى لانحرافات افكار الشباب ورعاهم للتمسك بالدين الصحيح، تمسكوا بصفاتكم بهويتكم ما تضيعوش الصفات دي. مش معناه ان انت عايز تكون اكثر تحضرا انك تضيع القيمه اللي عندك، لا، ما هم في الغرب هم مميزين عشان دي صفاتهم شكلهم متمسكين بيه، انت بقى ما تبقاش مختلف، لا ده انا بقى شبههم. اقول لك الله، طب وفين الميزه اللي عندك؟ ما انت كده هتبقى صوره مصغره منه ودي المشكله. يلا اللي بعده. كارل بوبر بيقول لي ان الجهل الحقيقي ليس في غياب المعرفه بل في رفض ان انا اتعلم. الله، عايزين مثال على الحته دي، اقول له دي معناها غرس محبه المعرفه لان الفلسفه باستمرار فيها تعلم. طب عايزين مثال، اقول له اخويا الصغير مش بيكتفي بسؤال واحد، يسالني انت بتعمل ايه، فلما جاوب يقول لي ليه عشان ايه امتى ازاي فين، وكل سؤال يستدعي سؤال بحثا وسعيا وراء المعرفه. نقول له حلو. طه حسين بيقول بورك من جمع بين همه الشباب وحكمه الشيوخ. يا سلام كده لما يبقى عندي شاب عنده افكار جميله جدا ومع ذلك عنده همه انه يعمل بكل شيء. ادي لي مثال على ما تشير اليه لاحدى اهميات التفكير الفلسفي بالنسبه للمجتمع، اقول له ده معناه ان حاجه قديمه مع حاجه جديده، يعني بينسق بين ثقافه المجتمع. زي ان الدوله اعادت تطوير طريق العائله المقدسه في مصر وبقى مزار ديني. خد بالك حاجه كانت زمان موجوده احنا طورناها، يبقى انا عندي تطوير للقديم حتى يلائم الجديد. هذه اسمها اهميه للفلسفه. نقول له حلو. جان جاك روسو وده واحد من الفلاسفه الفرنسيين الكبار بيقول الفلسفه الحديثه لا تقر الا بما تستطيع تفسيره، الحاجه اللي تقدر تفسرها. قول لي دي يعني واحده في وظائف التفكير الفلسفي، اقول له ما هو تفسير اهو. اديني مثال، اقول له اشار المفكرين في مجتمعنا الى ان الجهل هو السبب الاساسي في تدني احوال البلد. البلد عماله تنهار مش علشان الاقتصاد ولا عشان الثقافه، قال لي لا ده عشان جهلنا، احنا ناس عندنا جهل، وده اللي بيخلينا ما نقدرش نستخدم اي حاجة ولا تطالب بحقك حتى بطريق معتمد بطريق علمي، وده اللي بيخلي المجتمع عمال يضيع ويضيق علينا. قال لي اهو ده اللي اسمه تفسير. قاله حلو. ابراهيم الفقي بيقول كن صبورا مع نفسك، خلي نفسك طويل شوية، زود الخبرات بتاعتك المهارات، فلا يوجد اعظم من الاستثمار في النفس انك تنمي نفسك.
طبق بمثال من عندك لإحدى جزئيات أهمية التفكير الفلسفي للإنسان. أقول له كده إحنا بنتكلم على المعرفة، يبقى غرس محبة المعرفة والبحث الدائم عن الحقيقة، زي إن حضرتك درست عن كواكب المجموعة الشمسية في المدرسة، وده ادالك فضول إنك تعرف الكون، المجرات، النجوم، الأفلاك، الكواكب البعيدة دي، فبدأت تقرأ وتوسع معرفتك. أهو ده اسمه غرس للمعرفة، توسيع مدارك الإنسان. كده أقول لك حبيبي درسنا التاني خلص، وإحنا جايين جاري على الدرس الثالث والأخير خالص، يلا بينا. الدرس بيتكلم على خصائص ومهارات التفكير الفلسفي. الدرس مقسم لجزئين، الخصائص والمهارات، ولكن قبل الخصائص والمهارات لازم تعرف يعني ايه تفكير فلسفي. التفكير الفلسفي هو نظرة عقلية، يعني تفكير بيعتمد على العقل، اللي بيمكن يعني بيعطي لصاحبه الإنسان اللي بيمارسه من اكتساب النظرة الكلية، وده معناه التفكير من كل جانب، انا ببص للموضوع من كل ناحية، وساعتها هقدر اميز، يعني اعمل تفريق بين الحقيقي يعني الكامل والخيال يعني الغير صحيح. في حياتنا اليومية بيبقى فيه لخبطة كتير بين افكار الناس، فنقدر ان انا افرق بين فكرة وفكرة بيه اللي بالتفكير الفلسفي، افرق بين الصح والغلط بيه اللي بالتفكير الفلسفي. جري بقى على الخصائص. يتميز التفكير الفلسفي بخصائص. انا سامع واحد هناك بيقول لي معلش والنبي يا مستر، هو ايه الفرق بين الخصائص والمهارات؟ قلت له حبيبي الخصائص اشياء فطريه، المهارات اشياء مكتسبه، يعني دي بتتعلمها لكن دي بتتولد بيها. احنا هنبدا بيه اللي بتتولد بيه، اربع حاجات. اول حاجه الدهشه واثاره التساؤل، ثاني حاجه استقلال، الثالثه تامل، الرابعه دقه منطقيه. طب نشرح كل واحده، يلا بينا يا محترم. الدهشه واثاره التساؤل معناها انفعال العقل، يعني حاجه كده بتخلي عقلك يتنبه، او ممكن تكون هزه وجدانيه شديده بتخليك واقف قدام الحاجات كده مش مصدق ايه ده، ودي معناه ان عقلك بيشتغل باعلى كفاءه. اديني مثال، زي اسحاق نيوتن اللي اكتشف الجاذبيه عن طريق سقوط تفاحه امامه، فاندهش، وضع الاسئله، قدر يجاوب عنها، طلع قانون الجاذبيه. اتنين الاستقلال، ومعنى كلمه استقلال يعني احنا مش بنمشي ورا كلام حد، التفكير الفلسفي مستقل تماما، ما بيؤمنش ان في حد بيسيطر علينا اسمها ان حد له سلطان على عقلنا الا المنطق، والمنطق يعني التفكير السليم، ما حدش يقدر يمشي كلامه على عقلي الا المنطق يعني التفكير الصحيح. اديني مثال، انا اخترت كلية والاختيار ده هيبقى نابع من حبي ليها ومن اقتناعي انها مفيدة ومن انها هتكافئ امكانياتي واحلامي اللي انا عايزها. اللي بعده اسمها التأمل. يعني ايه تأمل يا مستر؟ يعني يا سيدي ان الانسان يتامل الكون بما فيه، بما بص بكل شيء فيه، زي ما افلاطون عمل، كمان زي ما مين عمل، زي ما اخناتون عمل، درس الكون لحد ما لقى ان في اله ورمز لقرص الشمس، وانت عارف الكلام ده. يبقى معنى كلمه تامل يعني دراسه الظاهره اللي احنا بنتكلم عنها دي بالتفصيل، ويستخدم في الدراسه بتاعته العقل، ده معناه ان عنده تامل، واذا درس ظاهره يغفل ما عليها، يعني ما بيبصش لاي ظاهره تانية غيرها. اخر حاجه خالص اسمها الدقه المنطقيه. مالها دي بقى مستر حبيبي؟ الافكار الفلسفيه ليها تصورات واضحه، ليها صوره معينه، ليها رموز احنا بنعتمد عليها، ليها استنتاج مهم، وهو ده معنى الدقه المنطقيه. زي حضرتك عرفت ان كل طلاب المدرسه نجحوا وانت طالب في المدرسه، اذا فانت نجحت. اهو اللي انا كتبته ده اسمه استنتاج، انا قدرت ان انا استخرج معلومات من المقدمات، ده اسمه مستر. اقول له ده اسمه استدلال، اسمه استنتاج، يعني استخرج بيانات ومعلومات، دول اللي اسمهم الخصائص. قلت له يبقى دلوقتي نطلع نجري ناحيه المهارات، وقلنا المهارات يعني مكتسبه، كم واحده؟ سته. اول واحده اسمها الشك، الثانيه اسمها النقد، الثالثه اسمها حوار، الرابعه تسامح، الخامسه تحليل، والسته والاخيره التعميم والتجريد. عايزك تفتكر ان كل واحدة من دي لها عناصر ولها اجزاء. يعني مثلا اول مهارة عندنا خالص اسمها مهارة الشك. مهارة الشك دي يا حبيبي معناها ان انا اقف بين حاجتين علشان ادرس الادلة واشوف قوة كل واحد. وخلي بالك الشك لنوعين، يا اما يكون شك اعتيادي يا اما يكون فلسفي. الشك الاعتيادي ده بيجي لعقل الانسان نتيجة انه جاهل، وعلى فكرة ده بيكون غير مقصود، انا ما بقصدش اعمله. لكن الفلسفي لا، ده حاجة الإنسان بيعملها هو قاصد، وعادة الإنسان بيقدر يعرف من خلالها، ده حتى بص يقول لي بهدف استبعاد الآراء الخطأ. الشك الفلسفي نوعين، واحد يكون مطلق مذهبي يعني دائم، والتاني منهجي يعني مؤقت. واحدة واحدة،
الشك المطلق ده شك لمجرد الشك، يعني الفيلسوف بيكون واخده مذهب يعني دائم، اوله زي اخره، يعني ما فيش من وراه اي فايده، على طول انا بعمله يعني هدام ما بيفيدنيش، زي السوفسطائيين. من اما تلاقي في السؤال اي حاجه سيئه اطلع اجري اختار الشك المذهبي الوحش، بينما الشك المنهجي بقى قال لي لا ده شك يتخذه الانسان منهج لي، يعني طريقه للوصول للحقيقة. الله طالما بيودينا الحقيقة يعني بناء جميل، يعني ده حلو، يعني منين ما الاقي في السؤال حاجة جميلة اختار المنهج. يبقى ركز، جايلي من الجهل بقى اعتيادي، قصد اعمله عشان اتعلم فلسفي، جوه نوعين، واحد وحش يبقى المذهبي، واحد حلو يبقى المنهجي. دي اول مهارة اسمها الشك. اختار نمرة اتنين اسمها مهارة النقد. يعني ايه نقد يا مستر؟ مش هقبل اي حاجة غير لما ادرسها كويس، وهو برضو نوعين، يا إما يكون نقد محكم يا إما يكون نقد ضعيف. المحكم ده بيطبق الأسئلة والأفكار على كل شيء، عارف أنا بنقد كل حاجة ما بسيبش حاجة. أخوني من اتنين الضعيف، أنا بعمله عشان أدافع عن فكرة معينة أو أبرر موقف معين، زي حكاية الكورة، لا الفريق بتاعي حلو على الرغم إن هو خسر آخر 6 مباريات، لكن ده جميل وآمر، أقول له ده اسمه نقد ضعيف. وخد بالك نوع كويس ونوع وحش برضه. يلا اللي بعده، الحوار. تعريف الحوار هو جدال، يعني كلام بيحصل مع الآخرين بشكل إيجابي عشان توصل لحقيقة، توصل لأصل الموضوع. يعني أنا بدرس عشان أعرف الصح من الغلط. وليه هو كمان نوعين، حوار إيجابي وحوار سلبي. الإيجابي بنتبادل وجهات النظر عشان نعرف الصح من الغلط. طب السلبي، أنا عايز أضحك عليك واتريق عليك وتلعب بالألفاظ، زي إيه؟ عارف أنت لما بتحط على حد من صحابك كده تقعد تتريق عليه وتغلسه عليه، أهو ده اسمه حوار سلبي. الحوار عشان يكون حوار سليم لازم يتوافر فيه خصائص، لازم يكون بين طرفين او اكتر، لازم يكون عندنا رغبة في الكلام، لازم يكون عندنا اقتناع ان الحوار ضروري، لازم نقبل نتيجة الحوار ونستبعد من الحوار العواطف والمشاعر. لو عملنا الحاجات الخمسة دي احنا عندنا حوار سليم 100%. اللي عليه الدور التسامح الفكري. ومعنى كلمة تسامح فكري ان من حق اي حد انه يشك في اي حاجة، والحقيقة نسبية يعني مختلفة، وده اللي يخلي كل واحد له رأي مختلف، والاعتراف بالاختلاف ومشروعيته، يعني من حق اي حد انه يختلف مع اي حد. التسامح ليس له انواع لانه حلو على طول، ولكن له شروط. شروط التسامح بتاعنا، اول حاجة مرونة فكرية، 2 تقبل النقد، 3 تقبل الرأي الاخر. اول حاجة مرونة فكرية، ان الفكرة اللي جوه دماغي اقدر اغيرها او اعدلها لو جبت لك دليل انها وحشة، يعني ما تبقاش متمسك بيها اول درجة انك ترفض تعديلها. طب لو انا متمسك بيها يبقى انا عندي تعصب اللي قلناه في الدرس الاول، لكن احنا عايزين المرونة ان انا نوع. طب اللي بعده تقبل النقد، يعني ان انا استفيد من تقويم الاخرين، ان انا اعدل ده، ان انا اشوف السيء اللي عندي واقلبه الحلو، اقول له يعني استفيد من اراء الناس، اللي يقول لي انت عندك حاجة حلوة ازودها، اللي يقول لي انت عندك حاجة وحشة اعدلها. طيب يعني تقبل الرأي الاخر، يعني احترم الرأي اللي عكس رأيي، اللي ضد فكرتي، اللي عكس اعتقادي، يبقى انا احترمه لنفسه، انا مش هعمل بيه لكن احترم وجوده ان يبقى فيه بديل معايا. اللي بعده اسمه التحليل والتركيب. خد بالك كلمة تحليل يعني لازم يكون عندي حاجة كبيرة ويكون فيها تداخل كتير، وانا مش هقدر ادرس كل واحدة على بعضها كده، فبعمل عملية تحليل، يعني تبسيط، يعني تجزئة، يعني تقطيع، يمسك الحاجة الكبيرة ويقطعها الى عناصر عشان يحاول يفهم، ثم يجي مع التركيب بعد ما بيحلل ويدرس ويظبط كل حاجة، يرجع تاني يعمل تجميع للعناصر. الله طب وبيجمع ليه؟ علشان وهي واحدة واحدة احنا بنستفيد منها، زي حضرتك كده انا درست جسمك جزء وجزء حتة حتة كده، انا حللت بعد كده، انت عمرك ما هتبقى انسان وانت حتة حتة، بتبقى على بعضك، يبقى اسمه تركيب. حد مختص في اصلاح شيء، وليكن هذه البورد الجميلة فيها عطل فجابوني انا صلحها، جبت المفكات والمفاتيح، هوب فك 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 عشان اوصل للحته اللي فيها عيب كده، انا حللت صلحتها، ما بسيبهاش متفككه، برجع اركبها. يعني من البسيط للمعقد بركب، من المعقد للبسيط يعني بحلل الحاجه الصغيره، يعني بسيطه اعقدها يعني اركبها اخليها فوق بعض، الحاجه المركبه بحللها يعني ببسطها. اخر مهاره عندنا هي مهاره التجريد والتعميم. خلينا نتفق ان الشك فلسفي، النقد فلسفي، حوار فلسفي، تسامح فلسفي، تحليل فلسفي، تعميم فلسفي وعلمي، الاتنين مع بعض، افتكر الكلام ده. طب التعميم والتجريد ده ماله بقى مستر؟ معناه ان الفيلسوف ما بيدرسش مشكلة على انها خاصة بزمان او مكان، لا يبعدها عن الزمان وعن المكان وعن الاشخاص. يعني انا ما بدرسش حاجة بتاعتك انت بس،
انا بدرس مشكلة عند شخص واحط حل يتماشى مع كل الاشخاص. وعلى فكرة دي حاجة بيعملوها العلماء بكل بساطة. زي مين؟ زي فكرة ظاهرة تمدد المعادن. هل انت تعتقد ان العلماء درسوا كل المعادن؟ الاجابة لا، جابوا اجزاء من معادن، سخن، برد، لو بيتمدد بينكمش، قالوا اي معدن او رسمه تعميم. يبقى اي قانون علمي جاي لي من فكرة التجريد والتعميم. طب لو الفيلسوف يا مستر عمل كده، اقول له الفيلسوف بيدرس اشياء معنوية زي الصفات، زي الجمال، زي الوفاء. تخيل لو حد من اصحابي جاب لي كلب بتاعه، الكلب وافي، وقال لي والنبي يا محمود انت الفيلسوف بتاعنا، ادرس لي الوفاء اللي في الكلب. انا هجرد الكلب عن الوفاء واخد صفة الوفاء، ادرسها كصفة، معناها ايه، الشروط بتاعتها ايه، احكم عليها ازاي، انواعها ايه، ليها من جوه تفصيلات ولا لا. اهو اللي انا بعمله ده اسمه بجرب. بعد كده اقول لك بقى تعميم، زوج وفي، زوجة وفية، وظيفة وفية، الرجل ده محترم، البنت دي وفية، وابدأ ان انا اعمل تعميم لها. وكده اقول لك درسنا خلص والمنهج كله خلص. يبقى اخر اسئلة عندنا، بس قبل ما نوصل لاخر جزئية لازم تعرف ان لو انا بفكر تفكير فلسفي فلازم يكون عندي 10 صفات، وهي لازم يكون عندي روح نقدية، ما بقبلش حاجة غير لما بعديها على عقلي، لازم يكون عندي تواضع فكري، يعني عندي مرونة وتسامح، لازم يكون عندي تأني وتريث، يعني ما بستعجلش، لازم يكون عندي حرص على البحث والتأمل، ودي اللي اسمها غرس محبة المعرفة، لازم يكون عندي حرية واستقلال في تفكيري، يعني أكون مستقل، لازم يكون عندي سماحة فكرية، يكون عندي تقبل للآراء، لازم يكون عندي عدم تعصب، يكون عندي مرونة، يعني عندي شجاعة ونزاهة، مش عيب ان انا اغلط، عادي بس اعترف بده، حوار مع نفسي ومع الآخرين، لازم نتبادل وجهات النظر، واخيرا لازم يكون عندي شك منهجي يعني كويس. لو عملت 10 دول كده انت عندك صفات فلسفية عميقة، كده انت راجل محترم قوي قوي قوي. ودلوقتي اسئلتنا الحلوة، يلا بينا. بيقول لي انتقال الفكر من حالة السكون الى حالة الحركة، الحالة التي تعرف بتوقد الذهن، يقظة الافكار. قلت له طالما فيها يقظة يعني العقل تنبه، وطالما تنبه اسمها دهشة، لان المستر قال لنا الدهشة هي انفعال العقل، هي هزة كده تخلي عقلك يصحى ويستيقظ. يلا اللي بعده. بيقول لي على الفرد التبصر وإمعان النظر في الأمور من أجل الإدراك الشامل، يعني يعرف كل حاجة عنها. تبصر إدراك شامل، يعني مش هقدر أقول ليه دهشة ولا استقلال. طب ده اسمه خيال، أقوله حلو الخيال، بس إحنا كان عندنا خيال في إيه؟ أقدر أقول لك تبصر وإنك تفكر، ده معناه إن أنا أتأمل، أبص كويس، أشوف كل صغير وكبير عشان أقدر أختار الصح. وولف بيقول لي عيون الآخرين هي سجون وأفكارهم أقفاس، يعني يجب ان تتحلى بفكره وهي ما تمشيش ورا كلام حد. يعني انا من الاخر بقول لك خليك مستقل، مالكش دعوه باي حد، خليك بذاتك، فكر، تامل، ابحث، ادرس لوحدك، مالكش دعوه بحد تاني. قامت المدرسه بتكريم اختك لحصول على المركز الاول فين؟ فاستنتجت انها كانت تذاكر بطريقه صحيحه وما بتضيعش وقتها. انت كده استنتجت كده، عملت استدلال، اقول له ده اللي اسمه دقه منطقيه، اطلع نتيجه من مقدمات، اقول له جميل الله ينور، يلا بينا. تعد محادثة النفس، انا بكلم نفسي، هي الوسيلة الافضل لتغيير اي سلوك سلبي الى سلوك ايجابي، او لاكتساب سلوك ايجابي جديد. تعكس المقولة احدى خصائص التفكير، انا بكلم نفسي. هل الدقة المنطقية انا بكلم نفسي؟ هل التأمل انا بكلم نفسي؟ هل الاستقلال بكلم نفسي ولا الدهشة؟ تقول له لا، ان الانسان يبحث مع ذاته، هو ده اللي احنا بندلعه ونسميه تامل وتفكير عقلي، معناه ان عقلي بيفكر قوي في الظاهره. خد بالك الدهشه معناه انفعال العقل بس، لكن ان انا افكر، اتامل، ابص، اشوف، يبقى دي حاجه ذاتيه لها علاقه بالتامل. يلا اللي بعده. تعبير عن الانفعال تجاه الموقف، دي اللي اسمها دهشه، والاشياء فيجد فيها ما لا يجد غيره. احنا بنتكلم على الدهشه، تعالى معايا. قبول الافكار دون مناقشتها، لا دي وحشه. الاستغراق في التفكير، لا ده تامل. الوصول لنتائج من المقدمات، لا طبعا، لان ديت اسمها ايه؟ دي اسمها دقه منطقيه. قلت له طيب البحث عن اجابات، مش هي دي اللي اسمها دهشه واثاره التساؤل؟ يعني حطيت سؤال، قال لي ايوه يا مستر. قلت له يبقى هي اللي احنا مختارينها، اللي احنا عايزين دهشه. يلا اللي بعده. بيقول لي يقوم الطالب في الامتحان بتاع ماده الرياضيات باستخدام المعطيات للمساله علشان يصل منها الى المطلوب، يعني بيمشي على خطوات معلومه عشان يصل الى المجهول. اقول له يبقى ده اللي بنسميه استنتاج. والاستنتاج ليه علاقه بمين؟ قال لي بالدقه المنطقيه. طب تعالى معايا، هزه وجدانيه، دي اسمها دهشه، هي دي؟ لا.
تفكير لا يعتمد على التبعية اسمه استقلال، ها هي دي؟ لا. الاستغراق في التفكير اسمه تأمل، هي دي؟ لا. طب الوصول لنتيجة، ايوه ما هو ده اللي احنا سميناه دقة منطقية يا مستر. قلت له جدع، يبقى الوصول لنتيجة من المقدمات. يلا اللي بعده. بيقول لي الفلسفة لا تعطي جواب نهائي قاطع، لان في الجواب النهائي سكون ونهاية للفلسفة. الفلسفة ايه بقى؟ كل نهاية تجيب لها نهاية جديدة، وكل سؤال تجيب له سؤال تاني، وهكذا. توضح العبارة احدى خصائص التفكير الفلسفي، هو اثارة التساؤل بصورة مستمرة، ولا ليس قائم على التبعية، ولا يعتمد على الاستغراق في الموضوع، ولا يعتمد على الاستدلال. اقول له لا، دي اسئلة اسئلة واسئلة واسئلة، حتى لما كنا بنراجع من شوية قلت لك على كل جواب ان يتحول الى سؤال ودائم الاسئلة، ولازم تفكر كتير ولازم تبحث كتير. قلت له اذا يبقى احنا بنتكلم على إثارة التساؤل مع الاستقلال. يلا اللي بعده. الإمام أبو حامد الغزالي بيقول على الإنسان ألا يكون في صورة أعمى مقلد. لا، مفيش حاجة اسمها إنك تقلد الآخر. يعني من الآخر أبو حامد الغزالي بيقول لي كن مستقلا. تعال ندور عليه. التوقف عند الأشياء الغير معتادة، دي اسمها دهشة، لا مش هي. استخلاص نتائج من مقدمات، اسمها إيه دي؟ قال لي اسمها دقة منطقية. ها، هل هي دي؟ قال لي لا. التعمق في التفكير اسمها تأمل، هل هي دي؟ لا. التفكير المعتمد على الذات، هي دي اللي اسمها استقلال يا مستر. قلت له اذا اختارها، لان احنا اصلا بنتكلم على الاستقلال يا مستر. يلا اللي بعده. بيقول لي يرى هورسل انه يجب التحرر من كل رأي سابق، ما تمشيش ورا كلام اي حد، باعتبار ان ما ليس متبرهنا ببرهان ضروري فلا قيمة له. لو الحاجة اللي قدامك دي ملهاش دليل يبقى ملهاش اي لازمة. طب بص يا سيدي، الشك المذهبي هو هو المطلق، هو هو الدائم، التلاتة دول بنفس المعنى، وده اللي احنا قلناه من شوية واحنا بنراجعه. اذا طالما انا هدور على برهان، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ قال لي حلوة. قلت له وانا اقول لك لما تلاقي حاجة حلوة اختار المنهجي وانت مغمض ان شاء الله صح. يلا بينا اللي بعده. بيقول الارتياب ده داء مخيف، يدمر النخوة في النفوس، يقتل المحبة في القلوب، ويطفئ بريق الايمان. احنا بنتكلم على نوع من الشك. قلت له طالما ارتياب يبقى ده شك مذهبي، الشك اللي بيبقى دائم عند الانسان، اللي الانسان ما بيستفدش بيه ولا بيصل منه لمعرفه لانه سلبي. طب يلا اللي بعده. بص يا سيدي، بيقول لي هي عمليه، انا بابني قرارات واحكام قائمه على اسس موضوعيه تتفق مع الوقائع الملاحظه، والتي يتم طرحها باسلوب علمي بعيد عن التحيز او المؤثرات الخارجيه. انا بفكر وبقول ومليش دعوه باي حاجه حواليا. قلت له يبقى دي حاجة حلوة؟ قال لي اه. قلت له طب الشك المطلق ده حاجة وحشة، اعتيادي بيجي نتيجة الجهل، الضعيف ببرر بيه، المحكم هو الوحيد اللي الواحد بيدرس من أجل المعرفة، ده الوحيد الإيجابي ودول كلهم سلبي سلبي سلبي. قلت له يبقى اختار النقد المحكم الحلو اللي أنا عايز أستفيد به. يلا اللي بعده. بيقول لي عندما يعارض الفرد أفكار الآخرين ويطرح للفحص بهدف إثبات منطق يقتنعه ويعتنق به الفكرة، ده معناه أنه بيعمل تبرير للفكرة بتاعته، يبقى ده اسمه نقد ولكنه ضعيف. تعال ندور عليه. شك منهاجي، أقوله لا. شك مذهبي برضو لا. نقد محكم لا، لكن ده النقد الضعيف السلبي اللي احنا قايلين عليه بالفعل اهو، لأن أنا ببرر موقف، بدافع عن فكرة خاصة بيا، يبقى ده اسمه كلام سلبي مفيش منه أي فايدة، أنا بنقد ده. يلا اللي بعده. بيقول أكثر طريق مهين للآخرين هي مقاطعتهم حينما يحاولون أن يخبروك بشيء ما. أنت جاي تكلمني وأنا هقطعك، أنا هتريق عليك، أنا هضحك عليك. قال لي الله، ده مش شك مطلق ولا نقد ضعيف ولا تردد مؤقت، ده حوار سلبي. أنت بتتكلم وأنا عمال أقطعك أقطعك أقطعك، يبقى ده اسمه حوار عشان التسلية، عشان السخرية، عشان أضحك عليك، عشان الناس يضحكوا عليك لما تتنرفز. اللي بعده. صالح ابو جادو بيقول لي هي التامل والاستدلال التقييمي، يعني انا بقيم الشيء اللي قدامي، الذي يعتمد على فحص الادله والبراهين والادعاءات التي يتم الاستناد اليها. بص انا بدرس بدرس بدرس. مستر انت كنت كاتب ان النقد يعني فحص وبحث ودراسه. قلت له جدع، يبقى انا طالما بقوم وبدرس يبقى اسمه نقد على طول. يلا اللي بعده. لا تكن متاكد من شيء، يعني انقد كل شيء. قلت له انقد، طب ما فيش نقد. قال لي يبقى تمارس مهارة الشك، يعني ما تحطش حاجة في موضع انها دايما سليمة، شك في كل صغيرة وكبيرة. بيقول لي ان اليقين الكامل فوق الادراك الانساني، لان فوق الاشياء ظاهرا يخفى على حقائق. انك تصل لدرجة اليقين المطلق ده مش هتقدر توصله. قلت له الله، مش هقدر اوصل لليقين، يعني انا طول حياتي هبقى مش في يقين. قال لي قلت له طب بص،
الشك المنهجي ده شك مؤقت، يبقوا الاثنين دول بنفس المعنى، والاعتيادي ده بتاع جهل، وهنا ما قاليش عليه، قلت له يبقى ده شك مذهبي. بص كده المذهبي بيبدا اولا بالشك لكن النهاية بتاعته بتكون برضو شك. الله، شك وشك يعني ما بيوصلش ليقين. قلت له، قال لي يبقى مذهبي 100%. السؤال اللي بعده بيقول لي، ذهب رجل الإطفاء ليؤدي مهمته لإطفاء منزل كان بيحترق، وبداخله أب وطفل صغير، فوقف يفكر من يخرج أولا. كده احنا عندنا أب عندنا طفل، هو مش هيقدر يطلع الاثنين، يطلع مين الأول؟ هل أولا الطفل أم الأب؟ وجد أنه إن استطاع إخراج الطفل سيخرج الأب وراه على طول، وبالفعل نفذ ده. أقول له جميل. يدلل الموقف على إحدى المهارات، وهي التردد لاتخاذ القرار الأصوب، وده اللي بنسميه شك، وهنا شك منهجي طبعا. التمييز بين الأفكار الصحيحة والخير صحيحة، ده كده اسمه النقد، وده نقد محكم طبعا. نسبية الحقيقة وقبول الاختلاف، وده اللي اسمه التسامح الفكري. ولا طريقة لإيضاح وجهات النظر المختلفة، أقول له إيضاح وجهات النظر المختلفة، يبقى ده اسمه حوار. هو كان بيتكلم مع حد؟ لا. طب هل في تسامح وقبول؟ قال لي لا. طب هل هو نقد اي فكرة؟ برضو لا. ده هو تردد لحد ما اختار الصح وقدر انه يعمل ده، يبقى ده اسمه شك، ولكنه شك منهجي. يلا اللي بعده، يرى نجيب محفوظ انه اكبر مراتب القوة وحب الانتقام، وهو اول مظاهر الضعف. احنا بنتكلم كده على ايه؟ على اعلى درجة في القبول. اكبر مراتب القوة حب الانتقام، هو اول مظاهر الضعف، يبقى مفيش شك، يبقى مش النقد، يبقى مش الحوار، احنا بنتكلم على التسامح، القبول، المرونة. نقول له جميل. يلا اللي بعده، ينفر ذلك الشخص من الافراد الذين يقتنعون بغير ما يقتنع به. حد كده دماغه مقفولة، ما عندوش اراء ولا افكار، يخالف احدى خصال التسامح، مرونة الافكار، ولا رفض النقد، ولا تقبل الرأي الاخر، ولا انغلاق الفكري. اقول له ده يخالف ايه؟ هو مش كان اسمه تقبل النقد؟ الله، احنا عندنا مرونة فكرية وعندنا تقبل رأي اخر، لكن انغلاق فكري، رفض النقد، مستر ما كانوش موجودين، يبقى ده يخالف مين؟ يخالف ان في فكرة وفكرة تانية، صح كده؟ يبقى المشكلة عندنا عن الاراء والافكار المتعددة. طب ليه ما اخترتش دي؟ يا ابني اسمها تقبل، هو هنا كاتب رفض، لو يخالف الرفض يعني عنده تقبل. احنا مش عايزين، احنا عايزين الوحشة، عايزين ان هو اختار حاجة ضد اللي احنا بنقول عليه المفيد. يلا اللي بعده، مهارة تشير إلى الهبوط من الكل إلى المكونات. عندي حاجة كبيرة وبقطعها إلى أجزاء، من الكبير للصغير، يبقى اسمه تحليل على طول، لأن أنا كده نزلت من كبير للصغير. بيقول لي رؤية تأملية بتشغل فيها دماغك، يعني تدرك الجزئيات المتناثرة والمتباعدة وتؤلف ما بينها. عندي أجزاء بربطها ببعض، يعني بجمعها، طالما تجميع يبقى اسمه تركيب على طول، إعادة تجميع العناصر وتكوينها كما كانت. يلا بينا. أثناء زيارتك لمعرض لوحات لفت انتباهك لوحة فيها امرأة تحمل طائر في إيدها، فشعرت أنها تحلم بالحرية، أنت حسيت كده. نقول له جميل، يجسد دي مهارتي، وضع العناصر في تكوين كلي، يعني تركيب، ولا تجزئة المادة إلى مكوناتها اسمها تحليل، ولا الشمولية ووضع قانون عام اسمه تعميم وتجريد، ولا القدرة على تخطي المظاهر والوصول إلى جوهر الأشياء. الله، ما ده لو عملناه تعميم يبقى ده بقى اللي اسمه تجريد. يلا فكر كده، أنا كده عملت إيه؟ أنا كده جردت الفكرة يا مستر، أنا حاولت أفهم لها معنى. قلت له يبقى هي بالفعل تجريد، أنا بعدت عن الشكل الخارجي وجبت المعنى الداخلي والجوهر الأصلي اللي عندي. يلا اللي بعده، عملية ذهنية بيسير فيها عقل الإنسان من بحثه في مقدمة جزئية إلى كلية، يعني بيمشي من الصغير ويروح للكبير. قلت له من جزئية إلى كلية، يلخص ده مهارتي، إيه الحاجة اللي أنا عايز أحط لها فكرة كلية؟ قلت له من مقدمات جزئية للوصول إلى كليات، ده اسمه نقد ده مستر. قلت له لا. طب تسامح؟ قلت له برضو لا. التحليل؟ قلت له يبقى عكس. قلت له إذا ما فيش غيره، الوحيد اللي ينفع هو التعميم، مش انا بدرس في التعميم جزئيات ثم اضع حكم على الكل؟ قال لي قلت له ما هو ده، بدرس الجزئيات ثم اضع حكم على الكل كله. يلا، رينيه ديكارت بيقول كلما اساء لي احد احاول ان انا ارفع روحي عاليا بحيث لا تستطيع الاساءة للوصول الي، انا بعلي من نفسي اكتر. يبقى ده دليل على، قال لي ده دليل على التسامح الفكري، ان انا بقبل الآراء حتى لو هو مختلف معايا، أنا عندي مرونة في أفكاري، أنا عندي تقبل للرأي الآخر، ما عنديش أي اعتراض ولا اختلاف. عزل صفة أو علاقة عزلا ذهنيا وقصر الاعتبار عليه، أنا بعمل إيه؟ اللي بتعمل تجريد،
لان التجريد معناه نزع الصفات، ازالة الصفات. ادرس الحاجة دراسة عقلية متأنية حتى نحدث ونحدث بعد ذلك ونفعل حاجة تسمى بالتعميم. يلا اللي بعده، بيقول لي من ممارساته قبول التنوع الاجتماعي. الله، قبول التنوع جميل قوي. احترام الاختلافات، قلت له عسل قوي. التعايش السلمي، قلت له ما فيش غيره. اللي بيعمل كده هو التسامح. التسامح في مرونة وفي تنوع وفي افكار وفي تقبل للاراء، في كل الحاجات الحلوة اللي احنا اتكلمنا عليها دي. كمل معايا. يستخدم معلمي رياض الاطفال اللي هي الحضانة يعني الكثير من الالعاب اللي بتساعد على تنمية مهارات الطفل في هذه المرحلة العمرية، ومنها البازل. البازل ده مربعات صغيرة، مكعبات صغيرة، صور متناثرة، والولا بيركبها، يبقى تحليل وتركيب. يلا بينا. فحص المعلومات والافكار، معناها نقل الجدل بشأن الإيجابي يعني الحوار، لا دي عايزينها ولا دي. الشمولية ووضع قانون عام اسمه تعميم، ودي كمان مش عايزينها. إعادة الترجيب، أقول له أيوه أهو ده اللي اسمه التحليل، أهو ده اللي اسمه التركيب، وإحنا عايزين بازل يعني تحليل وتركيب، يبقى اختار التحليل والتركيب على طول. يلا اللي بعده. أسلوب التطلع والبحث إلى المعرفة، أنا حابب أعرف كل شيء. ده بنتكلم على، أقول له بنتكلم على الأسلوب الفلسفي، التفكير الفلسفي. ده نوع من الاساليب الانسان بيعمله عشان يعرف بيه اصل كل شيء، ويبدا يحط له حلول زي البطاله، زي الادمان، زي المشكلات التانيه، ويبدا انه يعمم الاحكام حتى يصل الى القاعده الاساسيه اللي الناس محتاجين لها. يقول ايمانويل كانت، وده كان فيلسوف كبير قوي الماني، بيقول ان التنوير هو خروج الانسان من القصور يعني من الضعف الذي ارتكبه في حق نفسه من خلال عدم استعماله لعقله الا بتوجيه من انسان اخر. كده معناه ان انا مش مستقل يعني. طب كمل معايا، اديني مثال على ما تشير اليه. قلنا له تشير للاستقلال، زي الطالب الذي يقرر الالتحاق بكلية الحقوق رغم ان الكتير نصحوه انه ما يروحش هناك، دي كلية وحشة، لكن هو شايف انها كويسة ومع اهدافه فرح. انا كده مستقل في فكرتي. يلا اللي بعده. بارتنر دراسل بيقول لحظات الخلوة بتحقق لي الهدوء والتوازن والتركيز، وتدفع نفسي بقوة هائلة للمواصلة. اديني مثال على ما تشير اليه من واحدة من الخصائص. طول طالما انا هقعد افكر يبقى تأمل. ازاي؟ الاستغراق الفيلسوف في الظواهر الكونيه، بيبحث عن العلل، بيبحث عن المبادئ الاساسيه رغم انشغاله بالامور الحياتيه، الا انه بيبص للبعيد اكتر ويديله الافكار والنمط اعلى وافضل. يلا اللي بعده. المصريين القدماء اول من صنعوا الجبنه عصروا عليها في حفائر في سقاره، والغريبه ان عمر الجبنه دي كان بيصل ل 4000 سنه. انت متخيل؟ كمل معايا كده. واللي بيدعو للاستغراب ان الجبنه دي ما اتحللتش طول السنين دي. حضرتك حصل لك ايه دلوقتي؟ والله العظيم انا انبهرت بده، يعني عندك دهشه، ما هو ده اللي احنا قلناه. وبتسال هم ازاي عملوا كده؟ اقول له بالفعل هي دي الغريبه. وقوف الانسان مذهول امام التكنولوجيا الصناعيه الجديده في كثير من المجالات. عملوا روبوت، الروبوت ده يقدر انه يفكك القنابل عشان ما يحصلش ان في مشكلات في البشر. لا، احنا عدينا النقطه دي وما يبقاش في اي خلل باي انسان ان شاء الله. اللي بعده بيقول لي عندما تعرض عليك مشكلة حضرتك تعرف واجمع الحقائق بتاعت الموقف، رتبها، ثم اتخذ الموقف اللي يظهر لك انه هو اكثر عدلا وتمسك به. اديني مثال على ما تشير اليه العبارة من واحدة من خصائص التفكير الفلسفي. اقول له بتشير لي الدقة المنطقية، فكرت، بحثت، تأملت، رتبت، اتوكل على الله بقى. زي ايه؟ زي الطبيب بيصل لتشخيص صحيح للمريض بناء على المعلومات اللي هو حصل عليها من المريض، الأشعة، التحاليل، الكشف اللي هو عمله، كل دول مع بعض يوديني في حتة واحدة اسمها دقة منطقية. نقول له جميل. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول اضرب بعض الرأي ببعض تلاقي الصواب. أنهي مهارة بنتكلم عنها؟ حط الكلام جنب بعض وقارن بينه وادرس. قلت له يبقى دي مهارة الحوار. محاولة إقناعي لوالدي بالذهاب مع أصدقائي إلى السينما، أنا عايز أروح مع أصحابي، فابويا مش عايز يتكلم، فانا عايز اتكلم، فانا بتحاور معاه، وده حوار ايجابي عشان اقنعه وعشان افيده. طب يا مستر لو جايب لي نقد محكم ممكن تكون ولا لا؟ ممكن، لو مش موجود الحوار الايجابي، لان هنا معناه اضرب بعض الراي يعني اتكلم كلام بكلام. لكن ممكن انه يكون نقد بفكرتي، بفكره ان انا هاحكم هل الكلام ده صح ولا غلط، يعني احط الكلام جنب بعضه واوزنه، اقول له اه بس دي في حاله ان ما يكونش عندي حوار، واخد بالك؟ يلا اللي بعده. بيقول لي ان النقد ده ليس له مهمة انبل من تحطيم المعتقدات الخاطئة. احنا بنتكلم على، اقول له بنتكلم على النقد ونقد محكم كمان. زي ايه؟ ان حضرتك قلت لاخوك الصغير ان انت بتنفعل جامد وانت بتكلم مع بابا او مع ماما او مع حد من اصحابك، ودي حاجة وحشة، انت المفروض انك تعدل من الجزئية دي وتنمي من الحاجة الحلوة، فانت بتعمل نقد لاخوك عشان يعدل من نفسه ومن شخصيته.
والديورانت بيقول لي ان الفلسفة بتبدأ عندما يتعلم الانسان الشك، وخصوصا الشك في اي حاجة هو بيحبها. قارن بين نوعين الشك، والسؤال ده مهم بالفعل. اقول له الشك نوعين، منهجي ومذهبي. الشك المنهجي زي تردد اخوك بانه يستكمل الدراسات العليا او انه يشتغل في وظيفة، هو حاسس ان هو درس كتير، طب يقعد ولا يكمل، يقعد ولا يكمل، وكل واحدة ليه صفات احلى، فهو بيدرس علشان يشوف هو هيمشي في انه اتجاه. لكن المذهبي بقى عند مروري على احدى قصور الثقافة ترددت في الاختيار بين كتابين، اختار ده ولا ده، ده ولا ده، اقول لك انا مش هشتري وامشي، اقول له ده بقى اسمه مذهبي، وقف بين النقيضين وسابهم وما درسش. يلا اللي بعده. اندريا مورو بيقول لي اصعب ما في النقاش ليس الدفاع عن وجهة نظرك بل معرفتها، انك تبقى عارف انت عايز ايه. بيقول لي اكتب اتنين من خصائص الحوار اللي هم الخمسة اللي انا قلتهم لك، ان لازم ان الواحد يتقبل المناقشة ايا كان الحوار، طالما قعدنا هنتكلم يبقى تقبل النتيجة اللي هنوصل لها. كمان استمع الى رأي الاخر، زي ما انا بحب ان انا اتكلم والناس تسمعني لازم ان انا اسمع الطرف الاخر. كمان التزم باخلاقيات الحوار، بلاش بقى الالفاظ السيئة، ان انا اشوح بيدي، ان انا اعلي صوتي، ان انا اظهر للقدام ان هو ضع نفض له ما اسمعلوش، يعني اقول له دي كلها بقى من الحاجات السلبية اللي الانسان بيعملها في حواره. اللي بعده، الرجل الطيب اللي قدامنا بيقول لي هي عملية إدراكية وظيفتها توجيه الانتباه نحو خبرات محددة من أجل تسهيل عملية التعميم والتجاوب مع معطيات البيئة. ادي لي مثال على ما تشير إليه هذه المهارة، قول له المهارة اللي عندنا هنا هي تعميم مع تجريد، وهنا بيتكلم على التعميم والتجريد العلمي، ده لو الشيء مادي، والمعنوي لو الحاجة تبقى فلسفية. بيقول لي عند سماعك لكلام طفل وتأملك كم هو صادق في اللهجة بتاعته، وتجاوزك من صدق الطفل إلى الصدق نفسه كفضيلة، أهمية، وجود، صفات، خصائص، كيفية الحكم. بص احنا كبرنا الموضوع ازاي، اهو ده اللي اسمه التعميم والتجريد. يقول ويليام شكسبير بيقول استمع للكل، استمع انت لكل الانتقادات اللي هتتقال عليك، لكن شكل حلمك الخاص، انت اللي تعمل الحاجة اللي انت شايفها انها صح. في ضوء دراستك لإحدى مهارات التفكير الفلسفي اكتب موقفك النقدي من هذه المقولة، نقول له الفرد حينما يمتلك التسامح الفكري يستطيع تقبل النقد، ويستطيع انه يقيم افكار نفسه ويبعد الضعيف من افكاره ويعمل الكويس بنفسه، مش بناء على قبول حد، لان التفكير الفلسفي مستقل، ما يحبش حد يمشي كلامه عليه. اللي بعده بيقول لي عند عودتك الى المنزل وجدت والدتك مع السباك بعد ان غرق المنزل كله بالمية بسبب مشكلة انسداد في احدى المواسير او كسرها اللي كانت موجودة في المطبخ، وسمعته بيقول لوالدك انه يجب ان يتم تكسير الارض لاصلاح المشكلة. اني مهارة احنا عايزينها؟ قل له طالما هيكسر وهيبني وهيصلح يبقى مهارة التحليل والتركيب. ازاي؟ احنا كده عندنا الشقة وهي جاهزة، هو هيكسر الكل يعمله اجزاء، يبقى كده اسمه تحليل، ثم عند الاصلاح يعيد تجميع كل حاجة زي ما كانت، يبقى تركيب. يبقى كسر يعني حلل، بعد كده هيركب يعني هيجمع. نقول له حلو قوي، وبكده اقول لك حبيبي حصتنا الجميلة خلصت، انا سعيد جدا 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 ان انت كنت معايا، ان شاء الله ربنا يوفقك وباذن الله معاك على طول، مش هنسيبك ابدا، انا سعيد جدا ان انت كنت معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.